المشهد ليس جديدا علينا. وسيلة إعلامية تهدد وترشق بالحجارة من قبل مجموعة حزبية منظمة تحت رايات التقديس وعلى هتافات الروح والدم الذي يفدي الزعيم. روح تفدي والعقل يسأل ماذا اقترفت الصحافة ولماذا الهجمة والعراضة الآن، مع علم الجميع أنه لم يتم الإساءة إلى الإمام المغيب موسى الصدر، بل تم السؤال عن 200 مليون يورو طلبهم رئيس حركة أمل وزوجته من الليبيين للإفراج عن نجل معمر القذافي هانيبال. هذه المعلومة كشفتها المحامية بشرى الخليل منذ أشهر، وقالت إنه يوجد تسجيلات. هذه التسجيلات لم يسأل أحد عنها وتم تطنيش الموضوع، وطبعا لم تلاحق قانونيا الأستاذة بشرى الخليل. الحراك غير العفوي أمس لم يكن بجديد، إلا أنه أكد مجددا صعوبة أن يرتقي لبنان إلى مصاف الدول التي تحترم القانون والملكية الخاصة. لم يكن المشهد كله قاتما، فقد قام بعض المسؤولين بدورهم ولو بتردد وحذر، ولا شك أنه لولا أدوار لعبت في الكواليس لنافذين لكانت الأمور أصعب بكثير. في هذه الحلقة نفند مؤشر الحرية والأمن مع ضيوفنا، ومعي في استوديو الوزير السابق وزير الداخلية مروان شربل. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أرحب أيضا بالنائب السابق استاذ صلاح نين. أهلا وسهلا فيك. زي ما بتحكي بالدستور وبالقانون وبالحق وبالحرية. ستكون معنا بعد قليل السيدة كرمة خياط، نائب رئيس مجلس إدارة التلفزيون الجديد، وطبعا سنسألها إذا ما كانوا سيخفضوا السقف بعد ما جرى أمس، ولماذا بدأوا الحملات على الرئيس نبيه بري الذي كان يكال له المديح سابقا على الشاشة نفسها. في الحلقة أيضا نفتح نقاشا سنبقى نطرحه حتى يؤتي ثماره حول الكوتا النسائية ومشاركة المرأة في الحياة السياسية. ستكون معي المدربة في التمكين السياسي للمرأة دكتورة حليمة إبراهيم القعقور، والأستاذة المحاضرة أيضا في الجامعة في حل النزاعات والمواطنية ريما فواز الحسيني. لاحقا استضيف السيد هاني نصار، مؤسس ورئيس جمعية بربارة لدعم مرضى السرطان، والسيدة لورات أزي في شهادة حية مؤثرة. أهلا وسهلا فيكم من جديد. مساء الخير. مع الوزير سريعا، كيف شفت الأمن مبارح؟ ومعقول رجال الأمن يكونوا موجودين كأنهم بفر زون، يتلقوا حجار ويتلقوا أنانة وكل شيء وما يتحركوا ما يردوا ما يقدروا يوقفوا حدا؟ أول شيء حقيقة تفاجأت أنا باللي صار مبارح، لأنه كانت ردة فعل سيئة عند كل اللبنانيين، حتى عند كتير من أنا عندي أصحاب بحركة أمل، مش الكل موافقين على اللي صار مبارح، وعم بحكيكي جد، لأنه اللي صار مبارح كانت نظرة سيئة بحق الإعلام وسائل الإعلام، وخاصة أن الدستور اللبناني بيحمي الفكر وبيحمي الرأي، على شرط إذا أنا تعديت بفكري وبرأيي المنظومة القانونية اللي موجودة فينا نحن نقوم بشكوى وبناخد حقنا، لأنه في قضاء وبعتقد القضاء موجود. أنا بكل صراحة هي المشكلة برأس الحركة، يمكن مش لا لا أكيد في حركيين أطباء ومهندسين ومعلمين ومثقفين ما بيرضوا ينزلوا يكبوا. في كتير من الحركة كانوا ضد هالموضوع هذا، لأنه اللي صار مبارح صار عمل سيء بحق لبنان وبحق السياحة اللبنانية اللي بدها تصير بكرة. لأنه أنا في عندي أصحاب جايين بدهم يصيفوا، قالوا لي شافوا هالمشهد، حقيقة افتكروا بالأول أنه في شيء أكثر من أنه اعتداء، أنه في شيء شخص محاوطينه عامل عملية انتحارية. أو هلا بالنسبة لمشهد قوى الأمن، بدي أقول لك شغلة، قوى الأمن الداخلية عم تلعب دور كتير مهم، ومش هلا عم نلعبه، نحن بنلعبه من وقت اللي مفروض أنه نحن نحافظ على المواطنين ونحافظ على الممتلكات قدر الإمكان. لا سمح الله، ونحن دائما منخطط للموضوع، لا سمح الله صار في أي عمل أمني أدى إلى ضحية على الأرض، وين بتصير وين منكون وين منصير؟ مش هيك انت عم بسألك شو دور هون قوى الأمن؟ قوى الأمن تمنع الأشخاص يفوتوا لجوا يقتحموا مثل ما كانوا عم يرفعوا الرافعة. هلأ
ما في شك انه الاعمال اللي طارت بالاخر الحجار اللي ضربت قوى الامن والجيش اللي موجودين بتصير حتى قوى الامن انضربت اكيد هذا اللي عم نقوله يعني مش بس امبارح بالبولا وقت اللي صارت مظاهرات تبع الحراك المدني العناصر الامنيه اكلت قتله مثل المدنيين اللي اكلوا يعني بالنهايه انا بدي اوصل لنتيجه بالاخر تحيه لقوى الامن على كل حال على اكيد وللجيش اللبناني والاجهزه الامنيه كلياتها لانه اللي تحملت امبارح اللي تحملوا امبارح ما بيتحملوا اي انسان ومش امبارح وبكره وبعد بكره ومن شهرين ومن ثلاثه بتعرف شو خلينا نرجع نحكي اكثر ونفند وبدي اخذ راي استاذ صلاح نين بهذا الموضوع القانوني الكبير صلاح نين بس معي على التليفون سيده كرمة خياط في عليها طلب كثير هالايام مساء الخير اهلا وسهلا فيك استاذه كرمة مساء الخير بولا مساء الخير كيف ناويين تكملوا يا هلا بدي اسالك سريعا كيف ناويين تكملوا لانه هالمره علقتوا مع حركه امل مش العلقه مثل العلقات السابقه مع رئيس سعد الحريري او مع رئيس رفيق الحريري ولا حتى يعني علقه مثل علقه مع التيار الوطني الحر او القوات او حزب الله يبدو هالمره العلقه مختلفه كيف حتكملوا؟ هلا اكيد يعني اشتقنا لايام اللي كنا علقانين مع الرئيس سعد الحريري لانه الخلاف كان فعلا ارقى بكثير ما تقوموا ترجعوا له اذا اشتقتوا نعم عم بقول ما تقوموا ترجعوا له لا لا هلا نحن بالنهايه بنأدي رساله اعلاميه، هيدي الرساله مبنيه على احداث بتصير بالبلد بنكون فيها معطيات وبنبني عليها مواضيعنا، نحن مش عم نخترع احداث حاصلة بالبلد، فأي طرف سياسي موجود واجباتنا نحن نضوي وقت اللي بيكون في خطأ ووقت اللي بيكون في أمر إيجابي واجباتنا نحن نستقصي عن التفاصيل، وهذا اللي بولا نحن مبلشين فيه ومكملين فيه وباقيين عليه، هذا نحن ما بنتغير فيه. نحن مستمرين أكيد نحن مستمرين برسالتنا. نحن كنا نتمنى نوصل للي وصلنا له بهذا المشهد السيء جدا واللي بيسيء لصوره لبنان اكيد نحن ما كنا بنتمنى هيدي الصوره ابدا، هاي صوره مسيئه مسيئه للبلد، مسيئه للعهد الجديد اللي عم بينادي ببناء دوله حقيقيه باعاده البلد الى يعني الى ما قبل سنوات من بس كان لفت على كل حال وقوف العهد الجديد الى جانبكم، خلينا نقول رئيس الجمهوريه اخذ اجراءات، وزير الداخليه، وزير الاعلام، العدل، الرئيس سعد الحريري لعب دور كبير مثل ما سرب اليوم ايضا في احتواء ما جرى. طيب بس بفهم منك انه انتم مستمرين صحيح ونحن بنتشكر الجميع وانا ما قلت انه هيدا في دوما عم بقول هيدي ضربه لما يحاول العهد الجديد القيام به. طيب هل شعرتم بضروره وجود غطاء سياسي خليني اقول قوي ريلايبل لاي وسيله اعلاميه كي تستمر، يعني لو تضامن باقي اهل السلطه مع رئيس المجلس النيابي يمكن كانوا اقتحموا او حتى اقفلوا الجديد مثل ما صار بالسابق مع ام تي في؟ نحن واجباتنا بغض النظر عن الخلاف ولا الاختلاف بالمواقف والاراء، نحن واجباتنا نؤمن بالدوله، نحن نلجا الى الدوله، هيدا ملجانا، هيدا ايماننا، هي هي رسالتنا هي بناء دوله حقيقيه، فنحن بالنهايه وقت اللي بصير اي حدث مع اي وسيله اعلام، اذا الدوله ما كانت عم تحمي سقف الحريات اللي موجوده بالبلد ما حيبقى في بلد، يعني بالنهاية بهيدي الرسالة تحديدا نحن جزء لا يتجزأ من مواطنين ومن الدولة ومن من المبادئ اللي بيقوم عليها لبنان، وبعدين كمان في التضامن الوسائل الإعلام اللي موجود واللي فتح حوا مباشر لهيدي الصورة المسيئة جدا لعله بيرتدعوا من الأعمال اللي عم تحصل. يعني أنا بدي وافق معالي الوزير على اللي كان عم بيقوله إنه إيه كان في مشهد بدل على حرب شوارع موجود تحت مبنى قناة الجديد. نحن مع بولا إذا في أي اعتراض في أي مكان على أي أمر
نحن مع الحوار، نحن ابوابنا مفتوحة للجميع، لا أول مرة ولا آخر مرة بيجوا متظاهرين على مبنى قناة الجديد أو معترضين على أمر ما بنسمع لهم، بيسمعوا لنا، ممكن نقنعهم ممكن يقنعونا، وبكل الأحوال بنحط وجهة نظرهم بكل الأحوال. ولا مرة وصلت بس هالقد. خليني أسألك، معارضة نيو تي في؟ لا أنا عم أقول لك، أنا أكيد بهذا الإطار ما فيكي تتحوري، ما هذا منه حوار، بل هذا حفلة جنون اللي كانت موجودة، حفلة شغب موجودة، شيء مسيء جدا. عم بقول لك أنا بالحالات الطبيعية وقت حدا بيكون عنده اعتراض لأي أمر ما، نحن واجباتنا نعرضها، واجباتنا نتحاور مع العالم، واجباتنا ناخذ ونعطي، بس بهيدا الاسلوب، باسلوب الترهيب، هذا ولا يوم نجح مع قناة الجديد ولا حينجح معنا. طيب، معارضة نيو تي في الشرسة اليوم للرئيس بري لم تكن كذلك سابقا، على العكس كنتوا لسنوات تشيدوا فيه. يؤخذ اليوم عليكم انه هيدي كأنها معارضة انتقائية حسب العلاقة السياسية، او البعض بينسبها لأسباب وأسباب. لا بولا، ممكن تقلب المعادلة باللي انت عم تقولي. هذا بالنهاية في اختلاف بالسياسي، في اختلاف بالموقف السياسي، بالموقف السياسي للقرارات او التفاصيل اللي الرئيس بري عم بياخذها بمكان ما. في ملفات ما تقبلوا هذا الخلاف، ما تقبلوا الملفات اللي كنا عم نعرضها. تم اطلاق رصاص على مبنى قناة الجديد، يعني انا بس بدي اذكر بالاحداث شوي لورا. تم اطلاق رصاص على مكتب والدك استاذ تحسين، صحيح، على مكتب رئيس مجلس ادارة المحطة. فهولي هو تراكمات حصلوا بناء على مواضيع وتحقيقات واراء كنا نحن عم نعرضها على المحطة. هاي هي التراكم اللي حصل، مش نحن حطتنا على الرئيس بري والله لانه اجى على بالنا ولا خطر ببالنا، لا، في كان في راي اختلاف بالاراء، ما تم التقبل هذا الاختلاف. ف هي هو هذا هو سقف الحريات، مفترض يكون مصان، واذا نحن نخطئ بمكان ما في قضاء وفي دوله بدي اوصل للقضاء، في وزاره اعلام، وفي ونحن ما بنقول انه نحن معفيين من اي خطر. نحن في الماضي اعتذرنا واعتذرنا ونعتذر وقت اللي بنخطئ، بس يعني هذا بالعكس، هذا شيء بنعتبره فضيلة، نحن بشر بالنهاية وكل البشر. بس أنا بس يعني وهلا أكبر دليل إنه نحن الاعتذار عنا منه عيب لسبب واحد، ومنه عيب ومنستحي فيه، ووقت اللي بنخطئ بنقول. طيب خليني اليوم أسألي. بمقدمة نشرة الأخبار، بس بدي اليوم بمقدمة نشرة الأخبار والخلاف قائم مع الرئيس بري، والاحتجاج بالامس اللي المسيء لصوره لبنان حاصل، وبالمقدمه طلع فيه صوره الرئيس بري على كلام لم نعني فيه الرئيس بري، صار في خطا تقني بحت، وهذا السبب وقت اللي بدنا نسميه، نحن بنسميه بكل وضوح، نحن مش حنتخبى ورا صوره نحطها خلف المذيعه هي وعم تقرا. لهذا السبب بالضبط بسياق نشرة الأخبار، نحن قلنا ورد هذا الشيء بمقدمة نشرة الأخبار، ونحن لم نعني في الرئيس بري، واقتضى التوضيح واعتذرنا على تعتذروا كمان استاذ كرمة لأنه لم تلتزموا بقرار القاضي زلفى الحسن بعدم التعرض للرئيس بري ولعائلته. لحظة بس، هو هذا القرار هو قرار مشحف، هو قرار اغلب الجسم القضائي اعترض عليه. في شيء ما ممكن يطلع قرار انه ما فينا نتناول او نحكي عن اي فرد من حركه امل، في شيء مضحك بال. بس هلا عم بتقولي انه احتكام للقضاء، هذا القضاء نحن احتكمنا للقضاء، القضاء طلع قراره. نحن على فكره بكثير من المطارح التزمنا، انا عم اقول لك هذا القرار قرار مشحف، اوكي، ولكن بس بيجوا بيدخل ووقت اللي عم نتناول اي طرف عم نتناوله بناء على مستندات، وهذا بالقرار القضائي انت حقك تتناولي اي طرف اذا عندك مستندات وادله وعم تعرضي شيء مبني على وثائق. فانا بدي احكي عن القرار، هذا القرار غير منطقي، هذا القرار مسيف بامتياز لانه يناقض تماما المبدا الشأن العام والحريات
والحريات الاعلاميه وحريات ال... طب اذا ما فيهم يتظاهروا ما فيهم يعني حتى يجيبوا قرار قضائي انتم تلتزموا فيه؟ لا لا ابدا 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 يتظاهروا. انا بلشت لك الحديث نحن مع اعتصام سلمي. طبعا اعتصام، لك ما فهمت هذا ما حصل الامس هذا منه مظاهره. هذا يعني ما بعرف شو مفهوم، اذا في مفهوم مختلف. هيدا اعتصام سلمي حضاري، هيدا اعتصام حل سلمي حضاري راقي. طبعا عم اتحكم على الموضوع لانه مشهد خلينا نقول انه منفر ومعيب. انتم مستمرين ومحزن. محزن مشهد بس محزن. بس بفهم منك انتم مستمرين بتناول الرئيس بري من بوابه الفساد وغيره، وبتعتقد حيكون في مفاعيل لذلك؟ فولا نحن مستمرين بالقيام بواجباتنا. نحن بالملفات اللي موجوده من الرئيس بري لاي طرف موجود بالدوله اللبنانيه، نحن هذه واجباتنا. ما فينا نقول انه نحن حنجيب سيره الرئيس بري. نحن بنشكر مساعي رئيس الحكومه سعد الحريري دوله الرئيس، ونحن بالنهايه وقت اللي بيوصل الامر ل يعني للشغب والصوره المسيئه جدا للبلد، اكيد نحن نتريث وبنحط الامر عند الدوله اللبنانيه. رئيس الحكومه بالنهايه هو يمثل سلطات ويمثل شريحه كبيره من اللبنانيين، وحين تعد الدوله باتخاذ الاجراءات المناسبه وملاحقه الافراد الذين قاموا بالشغب على مبنى قناه الجديد، نحن بانتظار انه التنفيذ هذه الاجراءات طبعا اللي بدها تخرج. اما رسالتنا الاعلاميه نحن اكيد مستمرين فيها. طيب بدي اسالك سؤال اخير، اسمح لي، شو هو موقف حزب الله مما يجري معكم؟ لان يعني سمعت نشره المنار اليوم كانه عن كوكب اخر عم تحكوا، ما في شيء، تجاهلت الموضوع كليا، هل في تواصل؟ هلا في تواصل اكيد، وما بعرف اذا ممكن يكون عندهم اولويات اخرى، او يمكن بيطلعوا على امر مختلف، ولكن بالنهايه نحن اكانوا المنار غطوا الخبر ولا ما غطوا الخبر، نحن بالنهايه اي وسيله اي وسيله اعلام نحن نقف حنوقف معها. كنا بنتمنى اكيد انه يغطوا هذا الحدث اللي حصل امبارح. نحن اي وسيله اعلام حد تموز نحن وقفنا على جانب المنار واعطيناهم هوائنا وقت 7 ايار مع تلفزيون الفيوتشر، كمان اعطيناهم هوائنا. اي اعتداء على اي وسيله اعلام، الان بان بكره بده يتم الاعتداء عليها باي شكل من الاشكال، سنكون اول الاشخاص الواقفين امام مبنى الان بان ونعطيهم هوانا كمان. اي اعتداء يصير على اي وسيله اعلاميه بلبنان وخارج لبنان نحن نتضامن مع هذه الوسيله. كنا اكيد بنتمنى انه يتم يعني تخطيط الموضوع، هيك نحن بنسميه الفي او على القليله. بس في تواصل مع مسؤولين من حزب الله. اللي بنعرفه انه امبارح ضمن المساعي رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه قام الحزب ايضا على الارض، لانه هو طبعا شارع مشترك مع حركه امل بمحاوله تهدئه الامور والتواصل مع مسؤولين بحركه امل. وكابلات مشتركه عم تنقطع بس الجديد كمان، هذا اعتداء كثير كبير. يمكن عفوا عم بقول كمان كابلات مشتركه بمناطق اللي هي خلينا نقول متداخله، وفي موني عليها عم يقطعوا بس قناه الجديد، وهذا اعتداء ايضا على اكيد طبعا. هيدا صلبطه اكثر من اعتداء، بس هيدا اعتداء على حريه المواطن، مش بس اعتداء على قناه الجديد. يعني نحن اليوم دخلنا الى الضاحي والى مناطق اخرى محل ما مقطوع البث، وكنا حكينا مع الناس، ما حنقول كل الناس بس في جزء كبير من الافراد، عرضنا نحن وجهتين النظر، في جزء كبير من الاشخاص كانوا عم بيناشدوا انه بدهم يحضروا الجديد، ليه عم تمنعوه تحضروا الجديد؟ هذا الاعتداء على حريه الفرد، وقت الشخص بيدفع مصاري، وقت المواطن بيدفع مصاري ليوصل له قنوات
لبنانية وغير لبنانية عم يدفع مصاري، هذا حقه انه ياخذ حقه يحضر كل الشاشات هذا، ولكن شكرا. اللي هي بس للأمانة منا مقطوعة بكل المناطق بالضاحية، مقطوعة بمناطق دخول حركة أمل. شكرا لك، يعني الله يكون بعونكم، والحمد لله على السلامه لك ولكل الزملاء وكل العاملين. اقل شيء بدي اشكركم بولك كمان على التضامن اليوم وامبارح وعلى تضامن الفيوتشر هيدا اقل واجب، هيدا اقل واجب وهيدا الشيء مع كل حال هذه المحطه. اهلا وسهلا فيك كرمه خياط نائب رئيس مجلس اداره قناه الجديد. استاذ صلاح نين تعليقك. طبعا الحريات العامة إلى مكانة كبيرة بالدستور، بمقدمة الدستور وبالدستور، يعني لبنان يقوم على احترام الحريات العامة وفي طلعتها حرية الرأي. هيدا بأساس تعاملنا في لبنان من زمان وزمان، وهيدي ميزة من ميزات لبنان، وهيدي ميزة من الميزات اللي لبنان يعني أسس سياسته وحضارته وحريته عليها. حرية إبداء الرأي هي قولا وكتابة وحرية الطباعة، كل هيدا في دائرة القانون دائما في لبنان. هلا طبعا في الحرية بتقوم على عمل كل ما يمس كل ما لا يسيء للغير وكل ما لا يمنع القانون تحديدا. هلا بالنسبة للي صار مثل ما كمان انقال قبل، إذا في إساءة معينة، إذا في قدح وزم دائما في القضاء، في كمان وزارة الإعلام، في الحوار، في القضاء، هيدا إذا لربما في إساءة معينة دائما. بس استاذ صلاح أنت عايش بلبنان وواضح كيف الوضع، يعني اليوم الإيد طايلة وين ما كان من قبل الطبقة السياسية، يعني كيف واحد بيحتكي من القانون وللدستور لما بتشوف إنه رجال دولة طوال أعراض من يعني مضطرين يسيروا بمطرح يحافظوا على مواقعهم. اللي عم بتقولي مزبوط، ما تنسى كمان انه في الرأي العام، اليوم الرأي العام تحرك، هس اخر ما في التظاهر شيء، ما هيك التظاهر له شروطه والاقتحام شيء ثاني، ونحن كمان بالدستور في الملكية الخاصة كمان هيدي في حمى القانون. إذا اليوم كمان في أشياء العالم عم بتشوفها وبتستاء منها وبتعمل ردة فعل عليها. المهم انه نحن نضلنا متمسكين بالحريه العامه، بحريه الراي، هيدي شغله اساسيه بلبنان، ونضلنا متمسكين انه اذا في شيء مسيء للغير وممكن في دائما اذا في وساطة وزاره الاعلام بالاول يعني. واليوم في وزير خلينا نقول من المهنه، وزير اجى كمان فلتت شوط منه من هذه يعني صحيح كمان هي اصلا وزارات الاعلام بقى موجوده في العالم الديمقراطي، انما اليوم اذا عندنا وزاره اعلام اقله هالوزاره تلعب دور في هذا الموضوع، تضل حاميه للحريه العامه وتضل كمان محافظه انه ما يكون في اساءه للغير، واخر ما في هيدا القانون، اذا في اساءه في قضاء، في شيء اسمه قدح وزم، اذا في اساءه وقدح وزم في القضاء، انما هون كمان بدنا نشدد على شغله انه الدستور بيحكي عن استقلاليه القاضي، مش ما في شيء اسمه، في شيء اسمه فصل السلطات وفي شيء اسمه استقلاليه القاضي، يعني القاضي ما لازم يخضع لاي ضغط، هيدي حتى موجوده بالدستور، ما بيسوى يخضع للضغط السياسي. يعني حضرتك ادرى انه قاضي بيتقاصص بكبوه بمطرح باخر الدنيا بعيد عن بيته وثلاث ساعات ليوصل على مكتبه اذا ما كان منضبط، يعني هي كمان عم نشوف. بس بدي اقول لك شغله ست بولا، لبنان بده عمل كبير حتى نصور على طريق الحضاره مثل ما لازم تكون الحضاره الديمقراطيه، نحن هالامور بس نقولها بدنا كلنا نسعي لها، الاعلام بده يضل واقف 20، القضاء بده يضل واقف 20، بعدين القرارات القضائيه ما بتقدر تكون مناقضه للدستور، بدها تكون كمان منسجمه مع روح الدستور، ما بيقدر واحد يمنع محطه اعلاميه تحكي اذا الدستور هو بيحكي عن حريه ابداء الراي. بس شو بتعمل المحطه؟ بعتذر يعني هلا يعني في عندنا سحبه معك استاذ مروان شربي، بس لانه استاذ صلاح قانوني، شو بتعمل المحطه بحال كان هذا القرار مجحف وعارفه انه يعني ليس في اليد حيله اليوم اليوم بدها ترجع تستأنف قبل كل شيء هالقرار بولا. القانون في انسياق طبيعي له، القانون له ام او بي هو الدستور، ما فيك انت اليوم اذا بتعملي بيان وزاري مش منسجم مع الدستور منه بيان وزاري، اذا رئيس جمهوريه بيحكي لا سمح الله كلام مش منسجم هذا اللي بسموه هرطقه منك، ما فيك تعمل اذا بتعملي قانون منه منسجم مع الدستور فيك كمان طبعا تطعني فيه، ما فينا نحن الدستور انه ناخده انه هذا الشيء سلوى، كل القوانين كل القرارات القضائيه كلها بدها تكون منسجمه مع الدستور، واليوم انت وقت بده يصير في كبت
بالمطلق على موضوع حرية الرأي مين ما كان يكون، كان من ناحية الإعلام أو من ناحية المواطنين أو من ناحية التظاهر القانوني، كله هيدا ما بيقدر يجي حدا. نحن وقت اللي انمنعت بلشت تنمنع المظاهرات كانت بفترة 2005، فارس سعيد وأنا وقتها تقدمنا كمان للقضاء بشكوى بالنسبة لها الموضوع حتى نضلنا محافظين على موضوع حرية الرأي وحرية التظاهر. إذا حتى القاضي، خاصة القاضي، مش حتى القاضي، خاصة القاضي بده يكون هو عنده استقلاليته وملتزم بقراراته بفحوى الدستور، والدستور بيحكي عن الحرية العامة وفي طليعتها حرية الرأي. ما بيقدر أبدا يجي قاضي يمنع اي صحيفه او اي وسيله انه تحكي بهالمواضيع. انت بتعرفي على كل حال انه بفرنسا، رح انهي، بفرنسا اليوم في بسموهم الالرت، اللي بيعملوا الالرت يعني اللي الانذارات، يعني يلي كل ما بيكتشفوا شيء بيطلعوا على الاعلام وبيحكوا عنه. وانت بتعرفي شو صار اليوم بفرنسا مع مرشح لرئاسه الجمهوريه بدون ما نذكره، حسنا احنا مش هيدا الموضوع. بتعرفي اليوم شو عم بيصير من وراء انذارات عم بتصير معه مع الرئيس اللي سبقه بقضايا الفساد خاصه، واللي هلا اذا في تنبيه، مش انذار عفوا، تنبيه للرئيس بسموه الارت. هلا إذا في تعدي بهالموضوع بيبقى في القضاء، إنما من مهمات الصحف اليوم، من مهمات الصحافة اليوم إنه تنبه لهالأمور. وما في إذا اليوم صحافي فعلا درس ملفه وقدم مستندات ونبه بموضوع نجي نقول له نبهت على موضوع لكن بدنا نسجنك أو بدنا نمنعك بالكلام. عنا معنا بما انه كان وزير داخليه سابق، وحكينا اول شيء شوي هيك سريعا عن مساله الامن اليوم، هيدي اللي شفته المشهد كنت عم بتقول لي انه الله يساعدهم ونحن حيينا قوى الامنيه، بس مش مفروض يكون بتدريبهم هنالك اجراءات مختلفه لما يكونوا بمواجهه شغب؟ قبل شيء بدي اثني على الكلام اللي حكاه الاستاذ صلاح، الكلام اللي حكاه الاستاذ صلاح بيسوى وممتاز جدا لتلاميذ بالجامعه. أكيد لتلاميذ بالجامعة مش على الإعلام، لأنه إذا في كتير هلا اللي عم يسمعوا الأستاذ صلاح عم بيقولوا معتر عم بيحكي عم بيحكي أصول، أصول لازم نرجع لها، الأصول لازم ترجع يعني كمجتمع سقطنا إذا بدي أرجع إذا قدام الأصول. إذا بدي أرجع بولا على القضاء، قبل كل شيء القضاء، القضاء مش حر، ما عنده حرية. لحتى القضاء يكون قضاء فاعل وقضاء مزبوط بيعطي قراره بدون ما يرد على حدا وبدون ما يخاف من حدا، نيجي على فصل السلطات. طيب معقول قاضي، ما هذا دستورنا فصل السلطات طبعا. نصوص جيدة تنفيذ كارثة. لا لا لا، الدستور اللبناني رح أعطيكي مثل والسيد صلاح بيعرف، وهي الدستور معه بمقدمة الدستور بيحكي عن فصل السلطات. بالمادة 28 بيقول يحق للنائب أن يكون وزير. شو معناتها؟ شو فصل السلطات؟ هيدا مطلب مزمن، فصل النيابة لا 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 عن الوزارة. لا ما بالدستور عم بقول لك بالمادة 28 هيدا مطلب لتعديله، الدستور عم بناقض حاله. طيب اللي أنا بقول أنا بالنسبة لإلي فصل السلطة، فصل السلطة القضائية عن أي فصل، عن أي سلطة تانية أهم بكتير، لأنه هي الوحيدة اللي بترد الحق للمواطنين. أنا شوف رأني معي إذا إجا الوزير عمر نايب أو الوزير كان مرشح للانتخابات، هذا خلافا للقانون، بس إنه بتصير، بس وقت اللي تيجي أنت بيحكمك القاضي باسم الشعب اللبناني والحكم بيكون غير منصف، بيكون هيدا بيكون شو بتفسريه ساعتها؟ أنا ساعتها بقول الزعيم ساهم بتعيينه مشان هيك أنا عم بقول لك إنه خلينا نمشي بمبدأ حقيقة، إذا مجلس النواب الجديد بده يشتغل يعمل إلى فصل السلطة القضائية كلية، ممنوع حتى يمكن إلغاء وزارة العدل، ما بعرف يمكن إلغاءها. أنا مثل ما قال الأستاذ صلاح مش موجودة وزارة الإعلام، طيب وزارة العدل ليش بده يكون السياسي الداخلي؟ بس وزارة العدل ما عندها دور، خلينا نقول وصاية بالقوانين، مضبوط يا أستاذ صلاح؟ أنا رح أشرح لك شو عندها دور، الأستاذ صلاح بيعرف. إذا مجلس قضاء الأعلى أصدر تشكيلات للشيء، إذا ما مضاها الوزير ما بتمشي. طيب شو معناتها؟ بدهم رضا الوزير. يعني بعدين واللي جايب الوزير واللي ورا الوزير والزعيم الفلاني بده رضا الزعيم الثاني للمحصصه وللمشاريع، يعني سيد ميسيو دايره مفرغه عم دور فيها. ليش ما نضحك على بعضنا انا وياكي والاستاذ صلاح وكل المشاهدين بيعرفوا وين في دوله هلا؟
أنا مسؤول عن كلامي، في سلطة موجودة متمثلة بالأحزاب الطائفية الموجودة. بس هذا أكثر من هيك ما في. هذا ببرر الغوغاء اللي شفناه. نحكي من نوقف مش عن بس الغوغاء، طيب امبارح قطعوا الطريق بعكار، وامبارح قطعوا الطريق بعلبك، وامبارح قطعوا الطريق ببيروت، وعبكره بيقطعوها بجنوب، وبكره بيقطعوها بجبال، طيب ما حدا عم بيسأل. طيب بدي اسألك سؤال، انت التعشعش الطائفي اللي صاير فينا بهالشكل حقيقه بتلاقي انه حتى الطائفيه فاتت بالاحزاب، مش بس بالاحزاب، فاتت بالنوادي الرياضيه. يعني خدي مثلا اعطيكي مثل وبدي احكي بكل صراحه، خدي النادي الرياضي لو كل لاعبينه مسيحيه ونادي الحكمه كل لاعبينه اسلام، شو بالنتيجه بتشوفي جمهور ضد الحكمه وجمهور ضد الرياضه ومثبت. يعني بتحسي انه صار المواطن، صار مواطن بحق له يعمل اللي بده اياه، بيقطع الطريق ساعه بده اياها، كانه ما في دوله، كانه ما في مين يتحرك، كانه ما في مين يحكي. شريعه غاب يعني صرنا. ما بدي اسميها شريعه الغاب، لانه ان شاء الله هلا بهالعهد الجديد انها تنطلق مسيره جديده، بس بكل صراحه ما في شيء بيطمن، ما في شيء بيطمن. انا كنت عم بقول له استاذ صلاح برات، قلت له في عنوان انا كنت عم بكتبه، قلت له لم يعد لبنان مطابقا لمواصفات العيش المشترك. حلو. نعم. كثير حلو، لم يعد مطابقا لمواصفات العيش المشترك. نعم. يعني مطابق لشو؟ لا يأسس لحرب أهلية جديدة، لكاسة مقبلة على البلد. ما عم نحكي عن مش ضروري. لا إذا هيك وين رايحين؟ مش ضروري الحرب. ومين اللي خلى الناس هالقد تصير على سلاحها وضد بعض وبتكره بعض؟ أليس كمان هذه الطبقة اللي كل يوم بتشتغل على شد العصب فقط؟ مشان هيك لازم نشتغل. يعني كارثة، زعامات الطائفية كارثة. مشان هيك لازم نفوت هلا على قانون انتخاب كل أربع سنين. قانون مروان شربل رح نحكي عنه بعد هذا الفاصل. لنشوف بدي أشوف بغير بالخطاب السياسي هذا القانون كيف بغير ممكن. طبعا بغير. بدي أتوقف مع فاصل، بس بعد الفاصل، أي قانون ممكن فعلا يعمل تغيير مجتمعي، تغيير في الذهنية؟ ما يعود المواطن عايز الزعيم للتوظيف، ما تعود المستفيد يعني بيستقتل للزعيم لأنه هو استمراريته وتوظيفه. كيف ممكن نصير هيدي صعب. بلد حقه وحقوق كله صعب، بس لازم نبلش من شي مطرح. غيرنا كمان كانوا شريعة غاب وقدروا نظموا أمورهم لأنه الشعب صار قوي، واليوم الشعب قوي لأنه عنده صوت وعنده كلمة. فاصل مشاهدينا ونعود. نتابع مشاهدينا هذا اللقاء مع الوزير. عم يرجع ينحكى بقانون مروان شربل أو قانون حكومة مئاتي كما بدك. هذا القانون اللي هو على النسبية 13 دايرة لبنان، بنحكى عنه مع تعديلات انه يصير 15 دايرة وغيره. قد ايه بتعتقد في حظوظ اليوم لقانونك، وكيف ممكن تشرحه باختصار للناس؟ لك بدي اقول لك شغلة، موضوع الدوائر مش مشكلة. نحن عملناه بدوائر 9 و10 و11 و12 أقر ب 13. خدني على مجلس وزراء أقر ب 13. الدوائر فيهم يتفقوا عليها مثل ما هلا عم بيتفقوا على الدوائر، إن كان مختلط أو أكتري أو غير شيء. الشعب اللبناني اليوم حاليا بآخر إحصاءات 2017 المنتخبون هن 3 مليون و247 ألف. تلتن بدي كرمهم للأحزاب، تلت 3 مليون هن حزبيين، مليونين و200 ألف مش حزبيين. طيب. عم تحكي في اولاد وفيك، اوكي. لا هول بدهم يقترعوا. مقترعين، عفوا بعتذر، اوكي. ناخبين عنهم. 4 مليون ونص نحن. اوكي. هاو المقترعين، يعني عندك اف في مليون حزب بلبنان؟ انا عم بقول لك بتكرم سبع احزاب، قلنا لهم مليون مناصرين وحزبيين، طبعا مش ضروري يكون معه بطاقة. طيب. مش ضروري يكون معه بطاقة. اوكي. يعني نزل ب 14 أدار. نزل مليون. نزلت الناس للبلد كله نزل مليون، فكروا انه هيدي فرصه انعطاء. لا مش ضروري انا اكون معي بطاقه بهالحزب، انا اناصر هذا الحزب من بعيد او من قريب. في اشخاص في مليونين و200 الف هودي منهم حزبيين. اذا لم نقر قانون نسبيه بيقدر يحسب لهم حساب بمجلس النواب، هم ما بفوتوا على مجلس النواب. يعني مجلس النواب حاليا وقت اللي استعملنا القانون الستين لهلا لا يمثل سوى 50.01% من الشعب اللبناني. خلينا نشرح هذه النسبيه.
عم ينحكى كثير عم يطلع التنس على التلفزيونات بيقولوا النسبيه هي افضل نظام حكم. ما في شك استاذ صلاحني النسبيه هي اكثر عداله، اللي عنده تمثيل بيوصل الى الندوه البرلمانيه، ولكن ببلد مثل لبنان ما بي عندك مخاوف انه يوصل متطرفين احيانا من كل الاحزاب؟ الخطاب السياسي شو بيصير فيه على النسبيه؟ ممكن يصير فيه حتى خطاب متطرف اكثر لانه صار فرصه الدخول والوسول اسهل. ليك سؤالك ست بولا بمحله حس، وقت كان اليوم فرنسا عندها قانون الدائره الفرديه لوني نومينال، يعني هي اللي عم بتطبقه اليوم مثل انجلترا ومثل امريكا على كل حال. وقت اللي كانت عم بتطبق النسبيه ايامات ميتيران كان عندها النظام النسبي اللي ميتيران انشاه، ووقتها انشئ في مكان ما حتى يفسح مجال للاكستريم روات حتى يصيروا يستعملوه مثل فزيعه بالنسبه لباقي الاحزاب. صحيح انه النسبيه بوقتها ساعدت انطلاقه الاكستريم روات وقت الفرون ناسيونال، ومن وقتها على كل حال رجع هو صار اليوم حاله سياسيه بكل العالم خلينا نقول او بكل اوروبا. اذا اللي عم بتقولي انت في صحه، ممكن ممكن يفسح في المجال امام الاشخاص المنظمين بانهم يقدروا يوصلوا حد الاحزاب، بحيث اليوم هالاشخاص المنظمين او هالمجموعات المنظمه ما عندها حيثيه كبيره، انما منظمه وقدرت تعمل لحالها حيثيه، وقت اللي انت بتعمل النسبيه بصير عندها في عندها مجال تتقدم. اذا هيدي حال من الحالات بيقدر واحد ينزل لها، ومش خطا انه ينزل لها. بس اخر ما في يلي عم بقوله مع الوزير، يعني الخيار الاخر انه 50 فاصله يلغي 49 فاصله، هذا الخيار الاخر. طيب نحن علينا نشتغل بمجتمعنا حتى يكون عادل اكثر ومنفتح اكثر ومتعصب ان شاء الله اقل، علينا نشتغل، يعني مش بس بموضوع الانتخابات انت بتقمعي انه يصير في تعبير عن الراي ولو متطرف. قضيه الاعتدال هي ثقافه، هيدي بالقوانين الغيره اللي بدك تعمليها بالعمل الاجتماعي. اذا اليوم هذا التطرف هيدي بدها اخلاق عند اللي عم بتحدثوا مع الناس كمان 100% ستنا، مش يكون الشعبويه هي الاساس 100%. بس تقول انه في عمل بينعمل ب 100 طريقه او طريقه على موضوع الاعتدال، على موضوع الفقر اللي عم بخلي التطرف يكون موجود، مش بس بموضوع القانون فيك انت تمنعي اي تطرف معين. اذا على بعضها اذا بدك تقولي انا شو بمشي بال 50 فاصله ياخذوا كل الساحه، يعني حضرتك بفهم انك مع النسبيه رغم انه عندك هذا الهيجيس انه بتدخل متطرفين. انا في مكان اخر مع الدائره الفرديه، بس اليوم منا مطروحه. اذا بدي اكون واقع اليوم معك، انا مع الدائره الفرديه لاسباب واسباب، بس هلا مش مطروحه. بس كمان ممكن الدائره الفرديه تؤدي الى خطاب متوتر جدا. رح خلي انا برايي لا، بس رح خلي هيدا الحديث لجنب غير اذا بدك ترجع نفتحه. بس اليوم اذا بدنا نكون واقعيين تما نروح بالاشياء اللي مش مطروحه اليوم، دائره فرديه لسوء الحظ بدنا مطروحه، ولو يعني في يمكن بعد السياسيين طرحينها. بس انا اذا بدي اروح بال نائب سامي جميل تحديدا حزب الكتله والكتله الوطنيه صحيح. طرحتها والاحرار طرحوها. انا اذا بدي اروح لليوم اللي هو موضوع عم بينحكى في اليوم، اقصى رح يكون النسبيه على كل لبنان، هيدا اقصى. انا اليوم مثل ما قال معي الوزير، اذا بدي اختار بين 50 فاصله بياخذوا القصه كلها، او بدي اروح على نسبيه على كل لبنان تخلي من كل الشرائح السياسيه الاجتماعيه يقدر يكون في وصول على المجلس النيابي، انا بروح على موضوع النسبيه في كل لبنان. بضلني اشوفه افضل بمنيح من القانون اللي نحن عندنا اياه. انما بدي احكي شغله بالسياسه بعمق السياسه شوي بعد هالموضوع. اليوم وقت اللي انت بدك تفوتي على موضوع النسبه، يعني رح تسمحي فعلا المجلس النيابي بكره رح يصور مجموعه اقليات واكثريات، يعني مجموعه احزاب وتيارات كبيره ومجموعه احزاب وتيارات صغيره، ولسيما يمكن مستقلين فاتوا بلوايح مع بعضهم. إذا هذا المشهد السياسي اللي بده يكون، أنا بهمني إنه في ظل هذا المشهد السياسي بالقليل يركب من وراء، وبصير في إمكانية يركب من وراء، يركب حكم
ومعارضة. ليه؟ بتصور بكرة أي حكومة بدها تركب بدها تصور تعمل تحالفات مع الأقليات والأكثريات تتاخذ أقل 65 نائب وما فوق بتصور حكومة، ويلي بره ضلوا برات هالمجموعة بتصور المعارضة. فيكون عندك 80 نائب وتضطر تعمل حكومة وحدة وطنية بوضع مثل لبنان، وشفناها قبل 14 قدر أخذت الأكثرية ما قدرت تعمل شيء. وحلك شغلي، أنا اليوم إذا ما بدنا نفكر من بعد هذا موضوع النسبية قانون على النظام النسبي، إذا ما بدنا نفكر إنه نخلق من وراء حكم معارضة كمان بنكون عم نخطي. رح أقول لك بس بموضوع حكومة الوحدة الوطنية، حكومة الوحدة الوطنية موجودة بالعالم وانوجدت بدول مثل الدول الأوروبية وقت بكون عندك أزمة خارجية، شي بدك توحد الناس، حرب كبيرة، أزمة خارجية، تيجي حكومة الوحدة الوطنية بتقول أنا عملت حكومة وحدة وطنية وعندها الأربع خمس ست أهداف. صحيح. بتحدد الأهداف وبكونوا كلهم اتفقوا على الأهداف وكلهم عم بيسعوا أنه بظل هالحكومة يحققوا هالأهداف. نحن عندنا سلة وطنية مش حكومة وحدة وطنية، عندنا سلة منكب، عفوا للتعبير مش عم بقول، بس أنه منكب بهالسلة شو معنا وآخر ما فيه، لا متفقين على البيان الوزاري لما بيصوروا الكلمات ياكلوا نصها أو ما يحطوها، لا متفقين على خطة، لا متفقين على شيء، وعم بتشوفي شو النتيجة، نتيجة البلد على هذا الشيء. عليك انا اليوم اقله بالقليله اذا بده يصير في نسبيه ورح يتمثلوا الناس بشكل اوسع، ما هيك؟ انا اقله بصير بدي كل حكومه يكون في عندها اقله 65 نائب وما فوق تعمل تحالفات، يمكن تاخذ 98 نائب. اسرائيل باسرائيل بيجي حزب عنده ثلاث نواب مثلا شاس او اسرائيل بيتنا متطرفين بيضطروا يعملوا كواليشن معهم تحالف وبصير متطرف اذا كان بالحكم بيكون احسن موجود من انه يكون متطرف برا بعدين. هذا المتطرف لحظه بس انا بدي اناقش معك، بتقوي المتطرف لما تدخله الى النادي البرلماني وبتعطيه بلاتفورم. لا لا لا، بس في كمان نقطه ثانيه بدي اسالها، بدي اسالك عنها. في البعض بيخاف انه بيكتروا كمان المعطلين، يعني اليوم عندك ستة سبعة بيقدروا يسكروا البلد، يسكروا شارع، يرشقوا تلفزيون، يخلوا النفاية تصير بالطريق، بصير عندك يمكن اطراف اخرى اكثر من هول بدك بدك تحطهم على طاولة حوار، بدك تحطهم بشي مطرح وبصير عندهم حقوق فيتو. ليش بدنا نحط النية السيئة دائما؟ خلينا نجربهم، خلينا نجربهم ويمكن يكونوا ايجابيين. بعدين عم تحكينا على المتطرفين انه بيدخلوا، طب ما هذا المتطرف بقانون الستين عم ينتخب عم بيعطي رايه، واذا انتخب النايب وما عجبه رايه ضمن مجلس النياب عم بيهاش مبرر بالشارع، بس لما بتجي انت تضبطيه ضمن مجلس النواب وبيحس حاله انه هو هلا مضبوط بقوانين وانظمه ونظام موجود بتغير اللهجه تبعه. ليش بدنا دائما نحن، واهم شيء اللي قاله الاستاذ صلاح حقيقه انه بصير في عندنا معارضه وموالاه وقت بتكثر التكتلات. طيب هلا مثل ما نحن موجودين تخيل عم بتحكى عم تحكي على الانضباط، يعني اليوم مؤتمن على المجلس النيابي الرئيس نجيب بري وشفنا اللي شفناه انضباط شو مثلا؟ لا شو الا بدي، مش عم بحكيك عن حدا مقموع محروم منه بالسلطه، منه قادر يمارس، منه ما عنده مونع على القضاء، ما قادر يعمل كثير من الوسائل. طيب هلا بالنسبيه، طيب النسبيه يمكن تيجي تقولي لهم بكره بالنسبيه، طيب هلا 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 حاليا بال 60 انت فيك تفوت في شيء. انا ما عم دافع عن 60، انا عم ناقش النسبه مع انه ميولي اكيد للنسبه مش الاكثر. رح اقول لك رح جاوبك على الجواب على السؤال اللي اعطيته، بس اتركي لي مجال احكي. عم تحكي عن الرئيس بري، يعني عن امل وعن حزب الله، اذا ما عملنا نسبيه نحن ما فينا عليهم، ما في فوت شيعي اربع خمس شيعه ضد حزب الله وامل اذا ما في نسبيه. هن اكثر مدافعين عن النسبيه على كل حال. عم بقول لك انه فيك انت تفوتي على مجلس النواب اذا ما كان فيه، ما فيك. في نظريه بتقول لا ما بفوتوا. كيف شو هالنظريه؟ بنعمل لائحتين، بنعمل ثلاث لوائح، ولو نعمل خمس لوائح بنعمل هذه، بنعمل اكثر من لائحه، ولما يكون في تمثيل هالقد كبير داخل الطائفه. يا عيوني هيدي اللائحه الكبيره اذا انقسمت بصيروا ياكلوا من بعض. ما مناطقك ال 13 فيها صفاء تقريبا طائفه. والله هر شعري ونحن بنحكي بهذا القانون. هلا بدك تقولي هيدا التكتل الكبير صرت سامعه اكثر مره، اذا عمل لائحتين وثلاثه بياكلوا من بعضهم، اما التكتل انا وانت المستقلين والاستاذ صلاح ما حدا بيفوت علينا، قلنا 10% بضلوا 10%، اما ال 70% هودي اللي بيتقسموا. طيب. بياكلوا من بعضهم اللوائح، بس هاللائحه تبعنا ما حدا بياكل منها. بس الخلاف مش هون. الخلاف مش هون. تسمحي لي اذا بيسمح وين الخلاف؟
وين الخلاف؟ هيك بدي اسالك سؤال. لحظة بس. انا برايي اذا بقينا مختلفين على شكل القانون، انا صرت شاكك بالموضوع، انه هل نحن مختلفين على شكل لبنان اليوم الموجود؟ مش معقول انه، مش معقول انه ما يكون في تمثيل كامل لكل الشرائح على الارض اللبنانيه. مش معقول الشيء اللي صاير اليوم، عم تستثني وعم تحذفي وعم بتشيلي على جنب قسم من اللبنانيين. مشان هيك ما بقى فيك تعملي حكومه اذا ما كانت وحده وطنيه. اي مش وحده وطنيه، ما فيك، ما فيها الجميع، ما فيك فيها منن الجميع، فيها هودي اللي حاكمين، ما فيك توظفي موظف اذا ما كان فيها من هول الحاكمين او هن اللي بدهم اياه، ما فيك تفوتي على مجلس النواب اذا ما كانوا هودي من الاحزاب. طيب هوديك اللي موجودين على برا، طيب انا متعلم ومعي 5000 شهاده ومني حزبي، ما فيني اتوظف ولا فيني اعمل نائب ولا فيني اعمل وزير. طيب شو انا لبناني او مش لبناني؟ طيب كمان تسمحي لي بس كمان بدي توقف لأ مع فاصل اللي عم بقوله مع الوزير. بقول لك شغله، قانون الانتخابات مش هو حل بالسياسه كلها. اوقات بياخذوا السياسيين قانون الانتخابات كانه هو بده يحل القصه كلها، بعد شوي هو بده ينقب عن الغاز بالبحر. قانون الانتخابات هو مهمته التمثيل الصحيح، المراقبه، المحاسبه، يكون اخر ما في حقق ديمقراطيه، اوسع ديمقراطيه ممكن، ما في عسل سحري، ويكون هالناخب اقله عارف انه هالورقه اللي بالايده لها قيمتها. هيدا اللي بده يعمله قانون الانتخابات. بعدين الباقي في عندك السقف السياسيه، في دائما انت الديمقراطيه هي العده، يعني الفكر والعدي، ما هيك؟ بدك انت تشتغلي على السقافه والسقافه تعطيها عدي اللي هي قانون الانتخابات جزء من هالعدي. اذا بدك تضلك تشتغلي انت على السقافه السياسيه، بدك تضلك تشتغلي على ديمقراطيتك، هذا عمل يومي. بعدين كل شيء بده يصير ينحكى بالمجلس النيابي، طاوله الحوار بدنا نحطها على جنب. المجلس النيابي هو مجلس الحوار، هو مجلس اللي كل هالقوى بدها تصير موجوده. مثل ما بقول مع الوزير، رح يكون في قوى كبيره وحقها تكون موجوده وما حدا بده يمنعنا وجودها، بس في كمان قوى غيرها كمان من حقها تكون موجوده ومن حقها تكون فاعله بالعمل السياسي. هلا اخر ما في، انا بس ملاحظه، بعتقد بالنسبه للنسبيه افضل تكون الدوائر اوسع. يعني انا شخصيا يمكن بخدها على الخمس محافظات التقليديه التراثيه التاريخيه اللي نعرفها، بتعملي النسبيه على الخمس محافظات، انا برايي بيطلع لك نتيجه جيده، وبيطلع خليط جديد بالمجلس النيابي، بيطلع لك انت مشهد جديد في حيويه اكثر، وبيطلع اهم شيء تطلع منه انه يتحالف مين ما بده مع مين ما بده، ياخذ العدد بده اياه. بس في ناس رح تتحالف بتروح على حكي، وفي ناس بدها تروح. بعتقد مسيحيا في تفضيل لدوائر اصغر، مزبوط معالي الوزير؟ انا ومناطق يعني اكثر مثل ما انت عملت هيك، عملت فيها نوع من صفاء مذهبي طائفي. مش صفاء مذهبي، لانه بعد ما فيك تطلع على النسبيه وتتركي الهيمنه الطائفيه اللي موجوده بالاحزاب اللبنانيه اليوم. يعني نحكي بكل صراحه، إيه بس ما هيدي يعني انت ما في، بس انت لما ما تخلط، لما ما تقوم بخلط هذه المناطق، اوكي، كانك من طريقه من كانك انت عم تضلك على نفس الشيء. لا لا لا، كانك انت لما بتكبري جغرافيا بتكوني انت عم بتحجمي العدد الطائفي اللي موجود بدائره من هالدوائر اللي انت ضميتيها. اعطيكي مثال صحيح، مش هيك عم بقول له في اعتراض مسيحي على زي بقى. نحن ما فينا نيجي نقول في هالطائفه المعينه ما فينا، ما مش لازم تتمثل بهالحزب اللي هي تنتمي له، لا لازم تتمثل بالحزب، ولازم يكون عندها ممثلين لها من كل الطوائف موجودين. ما فيك تيجي تحرميها وتقولي لبنان دائرة واحدة، لبناننا دائرة واحدة. طيب شو بتعملي بالأقليات اللي موجودين؟ ما لهم صوت. لبنان دائرة واحدة. بس هيدا بيحسن الخطاب السياسي وبيحسن، خلينا نقول بيرفع من مستوى الكلام السياسي، بصير وطني أكثر. هيدا مستقبلا، من هلا ل 40 سنة 50 سنة إيه، بس خلينا نفوت هلا. خلينا نفوت، كنا ندور السيارة على المانيفال، بعدين علمونا كيف بدوروها، هلا صار بدوروها على الريموت كنترول. خطوة خطوة. نتفة. خلينا نفوت على النسبية بدوائر مقبولة، يحس كل حزب من الأحزاب الموجودة اليوم إنه هو ممثل بعده، ما شطبتونا. خلينا نتأكد معك كيف بعد هذا الفاصل كمان بدي توقف مرة مع فاصل إعلاني، رح نسأل كيف معقول لبنان يصير مطابق للعيش المشترك مثل ما قلت عبر
قانون انتخاب بيضبط الخطاب السياسي وبيضبط كمان بيعمل ربط نزاع ما بين اللبنانيين ليصير في لحمة أكثر عيش مشترك حقيقي. فاصل ونعود. في كتير عم بيوافقوا معك وفي كتير ما عم بيكونوا معك كمان، حتى يعني خلينا نقول انه الوزير السابق نبيل دوفريج عطى ملاحظة انه اليوم بفرنسا دخول المتطرفين بيقول كان كارثة. سنة الـ 81 دخل جان-ماري لوبان من وراء النسبية عام 81 الى البرلمان، اليوم بنته مارين لوبان مرشحة قوية للرئاسة. خلينا نجربها ويا بيكون معه حق يا ما بيكون معه حق. هيدا اللي قلت لك ببدايه الحديث، انما بدنا دائما نحن مكافحه التطرف مش بس بالقوانين الانتخابيه، بدنا طيب كمان صحافي بده يعمل على الصحافي. كيف بتعمل اليوم بلد الخطاب السياسي على القليل منتظم فيه؟ يعني هو اللي نخبه اللي بينزلوا بترشحوا على الانتخابات عامه بيكون عنده شهاده جامعيه من مستوى معين، مسافر رايح جاي، كيف هيدا الشخص، ما عم بقول انه افضل من غيرهم بس هو اللي بيترشحوا، كيف هيدا الشخص بدك تقول له ضباط نفسك بلا الخطاب الشعبوي اللي بيؤدي انه الناس بتحمل سلاح على بعض؟ رح احكي لك شغله، مشان هيك انا ميال للدائره الفرديه. لقلك ليه؟ اولا انت دائما بس تسال الناس من شو بتشكو، بيقولوا لك اجمالا دائما من المحاذل، صحيحه ولا انها المحاذل، انت اجمالا بس يكون في عندك دوائر وسطى وكبيره بدها تركب التحالفات الكبيره. هلا صحيح النسبيه بترتب الموضوع انه ما يبقى انه التحالفات الكبيره هي رح تكون عندها الحصه الاكبر الاكبر الاكبر، بعدين وقت اللي بيكون في هالتحالفات الكبيره بيطلع منه بصور مثل معركة، بيطلع منه صراخ وخبار وبصور بده يخوف أوقات فريق، بده يخوف الناس بالفريق الآخر، ما بعود الخطاب موضوعي. إنما الدائرة الفردية شو بده يحكي؟ النازل بدائرة الفردية بشو بده يخوف؟ بده يروح عند المواطنين يحكيهم كلام معقول موضوعي حتى يقول لهم وين هو بده يحسن لهم بس تسمح لي، كيف بتعمل ربط نزاع ما بين المواطنين بالدائرة الفردية؟ الدائرة الفردية هي دائرة صغيرة رح تكون عامة من تشكيلة مناطقية صافية مذهبية، ما ضرورة طيب. ما بالضرورة كمان بتروح بمزايدات، ما بالضرورة، بالعكس إذا دائرة افترضي شوي من لون واحد عشان بده يزايد يعني بزايد ساعتها انه خلينا نقول لك مثل ما عم نشوف نحن حصلنا حقوق المسيحيين ونحن بدنا نرد حقوق السنه والشيعه المحرومين، هيدا كيف تخلص منه؟ بصير في مصلحه وطنيه. هول الاصطفافات الكبيره بتخلق هالمواضيع. انت اليوم بال 2009 وال 2005 ما عدنا مثل ضجيج المعارك، ما عاد حدا شاف شيء، الغبره من وين ما كان، وما عاد حتى الناخب والمواطن ما عاد عم بشوف قدامه، لاحظ في اصطفافات كبيره، وفي مواضيع بصفوا يروحوا على المواضيع يعني اللي بتأزم الامور، وقت بيكون في دائره فرديه، اولا دائره الفرديه بتكسر المحاذي، بتخلي الاحزاب تحط احسن ما عندها، صار في فسفاس، بصفوا المستقلين مجبورين يكونوا شغالين على حالهم حتى يوصلوا. الحديث بيطرح، حس انت بدك تروح عند هالمجموعه ان كانت من لون واحد بشو بدك تزيد عليها، وان كانت من عده الوان وراح تكون على كل حال هيك وهيك، بدك تكون انت خطابك كمان بعده منسجم مع الكل. انا بروح مثل ما قال الطايف ل 108 دوائر، لشو 120 بدك ترجع تشيل 20 نايب، بدك تشيل 20 نايب، انا بشيل 122 100 بزياده وبتعمل دوائر عم بقول لك بدها 20 سنه حرب. هلا نحن عم نحكي بالمبدا شو القانون الانسب، انا عم بقول لك هيدا انسب حيث بصور هالتمثيل اللي عم بطالب فيه مع علي وحق معه، بصور هالتمثيل كمان يعني قريب المنال اكثر، وطبعا هيدا بده يكون على الاكثر، بس احسن من الاكثر اللي عندنا اياه على المناطق. في سيئتين مش مناح نحن درسناها، شو هن؟ السيئه الاولى كانك عم بتقول للمسيح انتخب المسيحي والمسلم انتخب المسلم، هيدي شغله. الشغله الثانيه بيجي واحد معه شويه مصاري بيشتري له قد ما بدك، يعني وعم بيشتري واحد مش عم بيشتري لائحه ومش عم بيشتري يعني اسهل الشراء، أسهل الشراء. طبعاً في جواب على وبعدين المسيحي بينتخب مسيحي والمسلم صحيح، هذا مطرح ما رجعنا بكون انا ليك خليني بس اذا بتامر بس اذا بتسمح لي بس جواب قبل ما بالنسبه اللي عم بقوله صحيح، يعني بمعنى انه انت بدك تخافي من هالشغل من هالشغلتين. اولا بموضوع الشراء انت بس تكون عندك بري برينتد بلدز، يعني انت بتفوتي ورا الستاره عندك كل الاسماء، ما هني كيف
كيف بيعملوا اللي بيدفعوا؟ بيكونوا من خلال المراقبين تبعولهم عم بيعرفوا بشكل صحيح. من الاشكال، وحضرتك بتعرفي والمستمع بيعرف انه والله هالعائله صوتت وكيف صوتت. انت وقت بتكوني عم تاخذي من جوا ما هيك وبتحطي، ما راح يعرفوا ابدا، حيث مطبوع مسبقا ما راح يعرف مين صوت لمين. اذا اللي عم بيدفع مصاري صار عم يدفع مصاري بس منه عارف حاله شو عم، بس على الارجح حيصوتوا له. وحده اثنين، هالورقه رح يصير لها اهميه بشكل، رح يصير يعرف هذا الناخب انه تحرر من الكتل وتحرر من المحيدي، بصير لها اهميه بشكل انه بيعها بصير صعب، بصير بالعكس كرامته مرتبطه بهالورقه وعم بيعبر عن كرامته. هيدا بالنسبه للميل. بالنسبه للشق الثاني، صحيح بده يكون في حق معك معليك انه رح يكون في مناطق شوي من لون واحد، بس أغلبية المناطق بلبنان رح يكون فيها كمان اختلاط، وبتصفي الأقلية. يعني إذا أنت في لون أكبر من لون ولون أصغر، بتصفي اللون الأصغر كمان له قيمة أكثر، حيث إذا بدك إذا التنافس إذا التنافس بين اثنين بتصفي هالشريحة بدهم يركضوا عليها اثنين حتى هن ياخذوا منها إذا بدك قول إيجابي. إذا في إلها حسناتها، ما في قانون معالي الوزير وحق معك مثالي، ما في قانون مثالي، بس في قانون خلينا نقول يعني بيليق لبلدنا اللي صرنا مجربينه وعارفينه. نسبية يمكن الوحيدة اللي ما تجربت، كل شيء تجرب. خليني أسألك قبل، في انتخابات برأيك كوزير داخلية؟ نحن معنا على 20 شباط ل 21 لدعوة الهيئات. عندنا أربع مراسيم مفروض تصدر من هلا ل 21 شباط، 21 مرسوم الأول دعوة الهيئات الناخبة، المرسوم الثاني تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات اللي هذه بدها هل نحكي عنها، المرسوم الثالث الاعتمادات بتكلف بين 20 و 30 مليون دولار تقريبا انتخابات، والمشروع الرابع يلي هو أهم شيء هو تأليف لجنة الأيد يلي مؤلفة من قضاة. وزير الداخلية بيبعث كتاب لوزير العدل بيقول له بعث لي أسماء القضاء القضاة اللي بدهم يكونوا بهاللجان هودي، لانه هول بدهم يفرزوا ويعطوا النتيجه النهائيه. هول اربعه اذا وحده منهم تعطلت، تعطل ب 21 شباط، ما عاد في شيء اسمه قانون الستين، بيكون انتهى. ليش قالوا انه لاخر الشهر ممكن يكون في قانون جديد؟ وشو بينعمل ساعتها؟ تمديد سلطاني هو الحل. اذا كان العمل على قانون اكثر مش الستين، فيك ممكن العمل غير 60 وبينعمل بصير بشكل كثير مرتب. المسيحي بينتخب مسلم والمسلم بينتخب مسيحي بمعيار كثير مهم. هي مش ممكن تعملها هذه الطبقه السياسيه، يعني كل واحد شاغل على جماعته. لا بتنعمل هيني، مش ما بيعملوها الموجودين. اما اذا في انه في نسبيه، نتفه نسبيه، بدك مينيموم 6 شهور. اها يعني انت بتوافق مع الوزير المشنوق انه لازم يكون في هذه، انا حكيت انا ويا الوزير المشنوق بهالموضوع، في هذه التهيئه الضروريه. ما بيقدر الوزير المشنوق. طب عندك، انا بدي اسالك سؤال، عندك 17000 رئيس قلم، هاودي بدهم يفرزوا الاقلام تبعهم. صحيح. وين بدك تجمعيهم؟ صحيح. وين بدهم، مين بده يعلمهم؟ بدك شي 100 استاذ يعلمهم كيف بتصير، كيف بتصير عمليه الفرز. طيب الكل قبلين بمساله التمديد التقني لي في حال في قانون جديد. اذا في قانون بس اوكي، في حال في قانون جديد ويا مختلط ويا نسبي بالحالتين في تمديد تقني، ولكن متى هذا القانون يرى النور؟ وشو برايك بعد ناطرين؟ انا هلا ناطرين لحتى يتفقوا، ليتفقوا بكل صراحه على كيف كل حزب بده يتمثل. وده حيطلع له قديش حيطلع؟ لا لا اعطيني كالكلاتريس هلا. هيدي هي يعني المساله. هن مش قادرين يطلعوا. بس موقف وليد بيك شو بلاط، كيف مش قادرين يطلعوا من قانون ال 60، حس قانون ال 60 عارفين التوسيع او مرتاحين للتوسيع. هلا الوحيد اللي عم بيكون صريح كفايه بيقول انا بدي قانون 60 هو اللي جملاتك العالم بيقول انا بدي قانون 60، والباقيين عم بيحكوا بغير شيء، بس كلهم كمان مرتاحين لقانون 60، حس قانون 60 كشف لهم كيف بدها تكون المجلس الجاي، والمجلس الجاي بده يكون مثل المجلس الحاضر وفق قانون 60 ما بيعرفش، وهن بيرتاحوا له. مزبوط. انا في عندي القانون 60 هو مشكله كبيره بس على المسيحيين، مش الحق على المسلم تبني. وهون انا قلنا ردينا الحق لاصحابه لما اجى هيدا القانون بال 2009 بعد الدوحه. طيب هلا خليني اقول لك كيف رد الحق لاصحابه. معلوم رد قسم من الحق لاصحابه، انا مش عم دافع، بس انت بتعرفي انه كانت الشمال محافظه وحده، ما والوزير الفرنجي سقط بالشمال. عم بعطيكي مثال. اكيد صحيح. كانت بيروت دائره وحده، 80000 مسيحي ما لهم قيمه ببيروت، مع انه في 10 نواب مسيحيين ببيروت مقابل 9 مسلمين،
هذا اللي موجود هلا 19 نائب. اجى لما بالدوحة اجوا قسموا بيروت لثلاث دوائر وقسموا الشمال مثل ما هي مقسمة، صار الوزير الفرنجي بيطلع، صار المسيحيين بالأشرفية وبالرمال بيطلعوا، معناتها مش رد 100%، رد ثلث ال 64 انه المسيحيين ينتخبون. طيب هلا في في بينعمل مشروع ثاني بغير شكل، اما بقانون الستين لا مش الكل بالدنيا، مش الكل ابدا بالدنيا. في لك سؤال من مروان العلي من خارج السياق بس حلو تطرحه عليك، عم بيسالوك ردا على كلامك انه لبنان لم يعد مواصفا لم يعد مطابقا لمواصفات العيش المشترك، عم بيسالك مروان العلي كيف تقوم برعايه مهرجان لاطلاق ميليشيا مسلحه تابعه لوئام وهاب؟ أول شيء كان برعايتك؟ أول شيء برعايتي أنا، أول شيء كان في كثير ممثلين وطلعنا نحضر مهرجان رياضي ومش الحال هلا. هيك هيك الجواب مش الحال. إجاني البطاقة مهرجان رياضي. أوكي. ما أنا ما إجاني، وأنت بتعرفي كان في ممثلين للأجهزة الأمنية موجودين وكان في عناصر، أنا طلعت على أساس لا، على كل حال الموضوع كان كله مزحة يعني، معروف إنه ما في طبعا هلا أنا البلد مش ناقصه ميليشيات، ناقصه شوية خلينا نقول قصة عالم، يعني ما كان في سلاح، ما كان في إنه كان في تياب، بس أنا كان طبعا ما يعني هذا الموضوع كان مزعج بحد ذاته. طيب هيدا كان مثل ما قلنا كان خارج السياق. ايضا بدي اسالك الموازنه اليوم، يبدو انه رح يصير في موازنه وفيها ضرائب جديده، وطبعا مجلس الوزراء مركز على هذا الموضوع، صرنا 11 سنه 12 سنه من دون موازنه اللي هي جرصه، فيها سلسله رتب ورواتب وكيف بدها تمر؟ اي في لغط بالموضوع هس بعد مش مبين، يعني اليوم اللي سمعته عم بنقال انه في ما هي سلسله الرتب والرواتب وقت اللي بدها تنعمل، وقت عم بفكروا كيف بدهم يعملوها، عم بيعملوا معها ضرائب بعد الضرائب، البنود الضرائبيه تحت يامنوا الميل. هو دائما المبدا دائما انه وقت انت بدك تقومي بعمل معين بالموازنه بدك تامني لا انفاق دون واردات. نعم صحيح. هلا بس هون هن عندهم لغط، اولا مش عارفين بيمشوا بالسلسله او لا، وثانيا يعني سمعت اليوم من بعض الاصدقاء النواب انه في ناس معتبرين حتى انه في بنود اقرت وبنفس الوقت عم بحطوها على الموازنه. طيب كيف اقرت؟ اذا اقرت ما بترجع بتحطها على الموازنه. اقرت وين؟ بالمجلس النيابي؟ هيدا اللغط اللي عم بيصير، عم بحكي عن كلام شخص مسؤول له علاقه بالملف، عم بقول عم في ناس عم بيعترضوا انه هيدي ما لازم تمشي، قال لهم هيدي ديجا اقرت، كيف بدها؟ اولا اذا اقرت بتكون صدرت بالجريده الرسميه، هي الواحد يشوفها بالجريده الرسميه، واذا اقرت لشو عم ترجع بتحطها على بنود الموازنه؟ اذا انا المشكله انه تسمعي كلام ما بتعودي عارفه، اول القرار شو يقر مرتين، تسمعي كلام ما بتعودي تعرفي اذا اللي عم بيصدروا هالكلام او اللي هن مسؤولين على الملف واعيين كيفي وعارفين كفايه شو عم بيعملوا وكيف عم بيتصرفوا. هلا يقن ما في بموضوع سلسله الرتب والرواتب، بدك تشوفي بالاول اذا رح ينمشى فيها، وبدك تشوفي شو حجمه وشو ممكن يكون تاثيره على بكره على الليره وعلى يعني على الديفاليوسيون وعلى 100 قصه وقصه. بدك تشوفي بالاول اذا بدها تقر، واذا بدها تقر شو رح يتامن لها، واذا كمان اللي بده يتامن لها ما يكون كمان مضر للاقتصاد وعم بيرجع بيخلقوا لك من وراء هالاعباء الكبيره كمان ضرر اكبر. حس اليوم البلد انت عارفه كيف اقتصادها، السياحه شي بتمشي شي ما بتمشي، التجاره شي بتمشي شي ما بتمشي، الباور عندك شي بفوت على الخط وشي بفوت على الخط، يعني كله فيت ببعض. عندك مشكله تحويلات كمان، عندك انكماش بالخليج حتى، يعني المصادر تماماً اللي كانت نوعا ما ثابته مستمره هيدي، والحرب بين المداري كلها دايره ما بقدرها، انت سوقك صار كثير ضيق. اذا اليوم بغض النظر بدنا نمشي سلسله رتب ورواتب، بدنا نشوف مقابلها شيء يكون محمول من الناس، مش تصفي السلسله بحد نفسها بدها تكون عبء كبير، وانا مش عم بقول انه يعني ضدها، بس بدها تكون هي عبء كبير، واذا فوق العبء بتحطي كمان عبء ضرائبيه كبيره، عندك مشكله كبيره اليوم ببلد اقتصاده ديجا صار كثير 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 على حفير الهي، ومؤشراته كلها خلينا نقول سلبيه. معالي الوزير بس سؤال اخير لك، هنالك من يقول انه هذه السلسله اللي هي ضروريه ممكن تمويلها وتمويل سلاسل اخرى اذا كان في ضبط للهدر وللصفقات وللسمسرات ولكل هذا الفساد اللي عايشين. هذا البحث الموضوع بحكومتنا، وكنا باغلبيتهم كانوا مصرين على ضبط الفساد والهدر والسرقات والسمسرات
والبزخ والاشياء اللي عم بتصير بشكل مش مقبول. يعني اذا بتضبطي بس عمليه الجمارك بشكل او باخر جد, او حتى مصاريف الدوله والكهرباء, بعدين الكهرباء وحتى يعني الكهرباء اللي مش موجوده, يعني مش بحاجه, يعني ما بدها ضرائب. جد نحن ما لنا بحاجه لضرائب, حتى مش بحاجه للتبقى. نحن وصلنا للتبقى لحتى يمكن يكون مخرج لشغله معينه. حرام يعني بقى حتى الموازنه, خلينا نقول كره نار اليوم موجوده, الكهرباء والجمارك لحالهم بغطوا العجز السبعي كله, بصفي بكره كله ربح. يعني اذا كمان موضوع الغاز موضوع مهم جدا, سيدا موضوع الغاز اذا بدهم يعبثوا فيه مثل ما عم بيعبثوا بالكهرباء, بده يصير في عبء فوق عبء. انا اذا قلت لك لم يعد لبنان مطابق لمواصفات العيش المشترك حل وحيد, بس لانك قلتي لي بدي اسالك, انت رح تنسي تساليني حل الوحيد الغاء الطائفيه, وهيدا كمان اذا ما الغينا هيدا بدها مش حلقه, هيدا بدها خلينا نقول تلفزيون بامه وابوه يكون شغلته فقط. مشان هيك انا المواطنه انا بشرفي حقيقه حسيت بحزن كثير انه لا قانون عم نقدر نعمل رئيس جمهوريه, بنبقى سنتين ونص ننتخب حكومه, تنالف بدنا نبوس بعض, تجتمع الحكومه وتقر وتقر بس بند او اثنين من جدول اعمال بدهم يبوسوا بعضهم برا ويتفقوا مع بعضهم. يعني كيف هذا؟ شو هالعيش اللي بدنا نعيشه؟ انا بدي اشكرك على وجودك معنا, وبدي اشكر استاذ صلاح حنين, لانه الفقره المقبله اللي بدنا نحكي بعد الفاصل فيها مع دكتور حليمه القعقور واستاذ ريما فواز الحسيني, رح يحكوا عن هذا الموضوع, عن المواطنه, عن الغاء الطائفيه السياسيه, كيف بتنشئ اليوم جيل مختلف عن جيلنا وعن الموجود. بعدين في مؤسس ورئيس جمعيه بربرة لدعم مرضى السرطان اللي حضرتك جبت العلم وخبر ومضيته لهيدي الجمعيه لانك سمعت على التلفزيون. انا سمعتك كانت على احد التلفزيونات قبل ما تموت باسبوع, المرحومه بربرة نصر. المرحومه بربرة, وتمنت انه وزير الداخليه يكون عم بيسمعني يعطيني العلم الخبر قبل ما اموت, وبالفعل جبت الملف باللحظه ذاتها وعملت لها, كان اسرع ملف, وبعد اسبوع توفت الله يرحمها. الامور اللي عم بيعملوها هلا, يعني اذا بتشوفي اكيد روحها هيك بحسسها انا انه مرتاحه, لانه صاروا معالجين. كان عندي مش 4 اشهر بالبيت زوجها لبرا, استاذ هاني, وصاروا معالجين شي 400 كا 400 حالة. الادويه اللي عم بيجيبوها, الادويه بتعرف ده شيء غالي, عم بيساعد وزاره الصحه والضمان الاجتماعي. لبنان قائم على ذلك. على كل حال شكرا لوجودكم معنا. الحلقة هاي بدك تعمليها مع الستات, اهم شيء المواطنة هي مفتاح كل شيء بقى. المواطنة هي مفتاح كل شيء, يا في مواطن تيصير في وطن, يا الا اذا ما في مواطن في خنادق ونحن بدنا نظهر من الخنادق. وبلد على هذه الشاكلة مستمر فيه, ما بنعرف امتين السقوط المريع. شكرا لك استاذ صلاح حنين, استاذ مروان شربي. المشاهدين فاصل, وبينضموا الي استاذ مثل ما قلنا حليمة قعقور والسيدة ريما حسيني. نتابع مشاهدينا هذا اللقاء ومعي دكتورة حليمة إبراهيم القعقور, دكتورة في حقوق الإنسان, وريما فواز الحسيني دكتورة ومش دكتورة, لا بس بتعلمي بالأليو, بتستاذي محاضرة في حل النزاعات والمواطنية. بتبلش معنا اسألك, كيف واحد بيعلم مواطنية بصعوبة هلأ هالأيام؟ يعني أنا ما بدي وافق مع معالي الوزير يلي شكك بالعيش المشترك, بس بدي أقول له أنه في إهمال لا شريحة كبيرة من المجتمع, يعني من شبابنا, من الشعب اللبناني يلي هن بيكونوا المجتمع المدني أو بيكونوا الشعب يلي هن الشباب, وفي تقصير بتوعيتهم على شو يعني المواطنية ووين هن عايشين وشو يعني العيش المشترك. استاذي شو يعني المواطنية؟ إذا اليوم بدنا نقول للبناني اللي عم بيسمع اللي بيقول لك أنا لبناني على الهوية, أنا عايش بهالبلد, خلقت هون وعشت هون وعندي مصلحة مشتركة أنا وكل اللبنانيين الآخرين طبعا. كيف تشرح المواطنية بمنظار آخر؟ فرجي اهميتها او انتماء. المواطنه اول شيء, بولا بونسوار لك ولكل المشاهدين. المواطنه هي انتماء لوطن
واعتراف بحقوق وواجبات. إذا نحن الانتماء لوطن مش لطائفة ولا حزب ولا والمطالبة بالحقوق والواجبات بتكون مش لإلك بس، بتكون للآخر، لأنه كرامتك تكتمل مع كرامة الآخر، حريتك تكتمل مع حرية الآخر، وحقك يكتمل مع حق الآخر. بس نوصل نحن لهذا الانتماء ولهالحقوق ولهالواجبات ولنشتغل عليها على الأرض ولنآمن بدورنا، ولنآمن بدورنا، ما بدنا نقول لبنان هيك وما بده يتغير، هيدي ممنوعة، بدنا نؤمن بدورنا بتغيير لبنان ساعتها بنصير. بس لما يقولوا لك انه في حرمان بمطرح ما، انا محروم لاني انا من الطائفه الفلانيه، هيدا بيخلق هيدا الحس بالانتماء لطائفه محرومه. قبل يمكن كانوا شيعه، اليوم المسيحيين، بيطلع زعيم بيقول لا حقوقنا لن تهضم ونحن قويه ونحن هيدا خطاب عم نعيشه بشكل يومي. سياسي الطائفه، مين منهم مش مهدور حقهم؟ دائما المسيحيه عم بيطالبوا بحقهم لانه اقليه، هلا السنه صارنا فتره عم بيقولوا كمان السنه لانه مستضعفين، الشيعه المشحرين، ما بقى مين بعد في مش هيدا خطاب سياسي بيطلع كل الطوائف المظلومه، هو لبنان كله مشحر، مش الطوائف المظلومه، هو لبنان المظلوم والوطن مظلوم والمواطن مظلوم بوجود هذه الطوائف. هل هذا اسلوب برايك لشعبيه سياسية سريعة، أم هي قناعة لدى هؤلاء أنه اليوم أنا بقوي الطائفة باخذ مكتسبات وهذا بيعطيني من ناحية جماهيرية وبيعطيني شرعية وبيغطوني بالشارع، شو ما بعمل شو ما بيصير عندي مجموعة موجودة حدة من لون معين؟ هي قلتيها وسيلة كتير سريعة ومعروفة، هيدا المنبر أسرع شيء هيدا الخطاب الشعبوي تتخلقي سريعة وغير أخلاقية، صح، تتخلقي أتباع لإلك. ومن هون أنا بس تقول كمان ذكرتي شيء إنه لما بيسأل يعني التلاميذ يلي عم نشوفهم أو الشباب ما بيحكوا بحقوقهم طائفية أبدا، بل بالعكس مثلا تسأليه بالصف أنت بتعرف مين قاعد حدك ولا من أي طائفة ولا بهمك الأمر، بيقول لا. يعني ما بيذكر هالشيء الا لما بتساليه عن قضيه ما، بيرجع بعيد شو عم يسمعه. بقى من هون عم تخلقي، يعني انا ترددت تقول مجتمع مدني، لانه اليوم نحكي بهيدا المجتمع المدني اللي هو الشباب والنساء وكل شتى فئات الشعب يلي بيحكوا عنه بالدستور، هن مكون المجتمع المدني، بس هو منا بنيه اجتماعيه منفصله عنك انك تختاري تكوني منا او لا، هي نقيض المجتمع البدوي وهي نمو، يعني أخذت جهود نظرية كبيرة من الناس تتوصل له، يلي هو الاعتراف بالآخر وحقوق الآخر. إذا أنت عندك حق هيدا حق الآخر وهيدا مفهوم الحرية. بقى لما تحكيه هيك بينقز، لأنه بصير هو بيسألك، وهيدا هون ذكر معالي الوزير أنه العيش المشترك ما بيعرف، ما بيعرف تاريخ، والتاريخ هو أساسي بتكوين هوية. بعتقد هو عم بيعبر عن حالة ما موجودة بالبلد، أنه الخطاب السياسي وصل الناس لمطرح الخطاب السياسي عايش مشترك. هيدا اللي عم نقوله، أنه المجتمع يلي بيعمل تغيير، استحداث تغيير، إذا هو هيدا كان هدفنا، استحداث تغيير هو بشرح المفاهيم بطريقة أخرى، يعني وبلفت النظر لشريحة كبيرة من الناس ما بتعرف. وانت بتعرفي قد ايه بالتكنولوجيا سبل المعرفه صارت هالقد ينابيع من المعرفه من المصادر، انه ما حدا عم يقدر. وهذا بيجي من تقصير الاحزاب السياسيه، لانه يجب ان تعمل على تثقيف المواطن وتعمل كمان تقطير وتعمل تثقيف داخل الاحزاب لنوعي هالشباب ويطلعوا ويكونوا مواطنين. عم بنعمل تقطير بطريقه طائفيه، صح، بنعمل تقطير، صح، بتركيز على طائفيه، وهي مثل ما بيقولوا عم تيجي من فوق، يعني هذا التقسيم العمودي اللي عم بيصير منه افقي. بتعرفي بتطلعي بمواقع التواصل الاجتماعي بتشوفي انه في شباب ناشط سياسيا لدرجة، بس أكثر هذا الشباب الناشط سياسيا منتمي حزبيا إلى هذا الزعيم، بمطرح صار بيسمع هذا الكلام بيصور عليه أنه شو يعني أنتوا عم تجوا تقولوا لي أنا أطلع من انتمائي، أنا بدي أحط الصليب، أنا بدي أحط، بصير في إشهار زيادة للرموز الدينية والتعلق فيها، كأن في حدا عم بيقول له أنه هولي نحن ضده. حتى المجتمع المدني اللي عرفته انه هو نقيض المجتمع البدوي صار يفهم بمطرح معين كانه هو وضد الأحزاب. نقيض، ومش بس الاحزاب، ضد الدين، الطائفه والدين، صح، وغيره، لانه في خلط ما بين الطائفيه السياسيه وبين حريه المعتقد. حتى للاسف عم شوف رجال سياسي عم تطلع وخبيرين وعم يطلعوا وعم يحكوا وعم يخلطوا بين المفهومين. الدوله المدنيه تحمي حريه المعتقد، صح، ولكن تعطي حريه متساويه لكل انسان بحريته بعباده ربه مثل ما بده. دونك منا هي المجتمع المدني يجي ليعطي حريات وحقوق للجميع، انما اذا انت عم تحكي عن الطائفه وتقويه الطائفه، تقويه الطائفه على حساب مين؟ على حساب الاخر؟
هي حساب الوطن اكثر شيء، مش حساب الاخر، يعني حساب الوطن. دونك هاي اللي عم نحكي فيه، بدنا تعدديه، ولبنان التعدديه اكيد بدنا اياه، ولكن ما بدنا لبنان الطوائف السياسيا. يعني خليك بطائفتك، اعترف باللي بدك اياه، ولكن ما تستغلها سياسيا. هاي تستعمله بالحياه المدنيه. طيب بدي اسالك، مشاركه المراه بالحياه السياسيه ممكن تكون عامل تغييري ام هي بنت هذه البيئه؟ يعني في البعض بيقول لك انه شو الفرق اليوم بتحكوا بيه؟ والله هي اساسيه كمان لما عم نحكي عن شتى فئات. بس اذا دورها مش تغييري استاذه ريما، اذا بدي ادخلها فقط انه دخلت اليوم مراه، مع ضروره ذلك صحه التمثيل صح. بتقول كمان لازم تكون جندري صح. بس اذا بدها تدخل مراه مشابهه للموجود هون بتطلع بس الموجود إيه؟ كثير منيح بولا، لانه لا هي بحكي الموجود من ناحيه لا السيء الموجود لا 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 الدور ما هو ما كمان عم نرجع لهون انه ما عم نظهر الدور الفاعل بالمجتمع. يعني عم نحكي دائما انه وين دور المراه وين صناعتها، لما عم نحكي دائما عم نثير الحقوق وكانه هون المفهوم الخاطئ، وكانه الحقوق او اي شخص عم يطرحها هي اللي لازم تنتزع من فئه ثانيه، هيدا اللي بيخلق الصراع، لانه كل واحد عم يذكر الحقوق وكانه حقوقنا حقوق حقوق الاخر، عم يطلع واحد عم ياخذ من حدا ثاني. نعم بس هي نمو المجتمع هيدا عشان هيك انا بحب الرجال كثير اللي بيدافعوا عن حقوق المراه احسن منها احسن بكثير من النساء. بس شو يعني ما عم تاخديها من محل، اليوم دور المراه هو اساسي بالمجتمع لانه دور منتج، وهي صارت فعل بكل المجالات. يعني هالدور المنتج ما عم يترجم بصوره منتجه بالمجتمع السياسي. بس انت يعني عم نضلنا نقول هيك بلا ما عم نقولها بشكل سلبي بدل من شكل ايجابي. اليوم وين المراه؟ المراه مثلا اذا عم تحكي بالقضاء بهيدا صناعه قرار، هيدا صناعه احكام بعد اقوى من لانه عم تحكم بالمجتمع. اليوم بالاعلام يعني اخدين مراكز اعلى المراكز اليوم ما عم تنزل على السياسه. انا عم اقول في عندها دور، لانه اليوم اذا المعيار التقدم للمراه هي انتاجيتها بالمجتمع، يعني على صعيد بكل المجالات مشاركه بالقرار السياسي بعتقد شيء كثير مهم. اليوم برلمان يكون فيه هذا العدد القليل جدا من النساء، يمكن من اسوء برلمانات العالم الديمقراطيه. بس انا بدي اطرح سؤال، شو هن العوائق يلي بتعيق المراه من ترشحها؟ شو بدك بالترشح؟ اليوم لما عن تشكيل حكومه ما حدا بحس انه مثلا عيب علي ما يكون في بالتشكيله بس وانا اكثر من نص مجتمعي هو نساء وعاملات وموجودين بالحياه السياسيه وغيرها. أنا يعني في شيء معك في شيء، ما هي لانه صورتها بالمجتمع بعده انه دور انجابي منه دور انتاجي. هي هون وانت ذكرتيها لما عم تقولي الثقه بالنفس والدور، انه الدور الانتاجي للمراه يلي صار هو جزء من المجتمع، وهيدي هيك يعني تطورت بالعالم، جزء ما في يلغيه، ما في استقصاءها عم يجيب اي حل، اي حل مبتور. بولا العوامل التغيير اللي سألتي عنها واللي قلتي بدول عالم ثالث وبدول فاسدة، يمكن يجي كمان المرأة فاسدة، ما في تجارب تانية بدول تانية فاسدة ودول عالم ثالث، واجت المرأة وغيرت كمان تغيير جذري بكتير أمور، وغيرت من شكل الأداء السياسي، وغيرت من شكل الأداء السياسي للحكومة وللبرلمانات. منشان هيك هو لازم نضوي عليها، ولا تكون هاي صارت قاعدة عامة، بطلت قاعدة خاصة. ساعتها الكوتا بتصير مطلب، هي طريق ومطلب أكيد للمشاركة السياسية للمرأة. يعني حضرتك من مناصري الكوتا أكيد. دكتوره حليمه ليه؟ أكيد. في حد في بعض بيقول لك هيدا شيء مهين، خلي المراه توصل بكفاءتها. خلي... إيه انا اكيد حلو. بضحك، انا اكثر وحده بقول الكوتا هي تصحيح لخطا تاريخي بحق تاريخي المراه وتراكمي عبر طبعاً. الاجيال وعبر السنين كانت تقعد البنت بالبيت والصبي رح يدرس واذا توظفت مملكتك المطبخ مثلا واذا توظفتي بس معلمه مدرسه حتى تروحي مع اولادك وتجي مع اولادك تتذكرها هي او البنك تجي معهم المدرسه. مثل تعرف شو عم بتقولي؟ عم بتقولي انا مقيدتك صار سنين وعم اقول لك طب اركضي مثلك مثل الرجل، ليه؟ ما انت مثله، هو راكد وما بلغ القيود اخف، وانت نحن على الناس عم بتشدك لورا وعم بتقول لك اركضي، شو هيدا مش مزبوط. الكوتا هي الحل الوحيد هلا بكل دول العالم وبكل المواثيق الدوليه والاتفاقيات والريزولوشن اليو ان، بتجي بتقول لك الكوتا هي الحل المؤقت، نرجع بنعيد مؤقت ليصحح عدد سنين التراكمات التمييزيه ضد المراه، لتسمح للمراه للوصول لمركز القرار، لتدعيم العدالة
العداله الديمقراطيه لهذا النظام وحقوق الانسان، لانه مش بس اللي لا تسترجع حقوقها، في شغله كثير مهمه، ما بدنا المراه بس لتجيب حقوق المراه، المراه لما عم تنوجد بالسياسه عم يعني يتحسن وضع حقوق الانسان بشكل عام والمجتمع بشكل والطفل والعائله والطفل والحياه والبيئه وكل المجالات. موقفك من الكوتا نفس الشيء؟ انا يعني عم اقول لك ما في بالنسبه لي حل مناسب، وهو يلي انه اذا اعتمد بغير بلدان هو الحل المناسب عنا. دائما اي حل ما يصير في حل صراع او تنازع حوله بدك تشوفي الواقع وتحللي على اساسه. يعني مثل ما سالت انه شو هو الاعاقه، هي العوائق قدام الترشيح هي عوائق يعني قدام اي مواطن عائليه بتعتبريها انا عم لاقي صوره دائما النظام الابوي بلبنان عم هو المقيد الاساسي للمراه، هيدا الصوره يلي دائما يعني يمكن نحن بنشارك فيها من حيث لا ندري او ندري، بنقول الصبي بنقول هو يعني الوريث للعائلة بيحمل الاسم صح، ونحن بنحمل اصلا بيسموكي باسم الابن الاكبر، تنبسطي لانه بالاخير ابنك، يعني ما فيكي تتخلي عن 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 هالتسمية. بس انا عم بقول كمان هالنظام الابوي هو بيخلي السيطرة بطريقة ما على الصورة. قد ما تقدمت المرأة، وانت بتعرفي يعني اليوم وومن ان فرونت عم تحطه او بالسياسة او صناعة القرار، يلي السياسة بالنسبة للسياسة هي سياسة المدن يلي اساسية فيها المرأة وين ما كان. النظرة لازم هي يجي دعمها من المجتمع، وهون عم اقول لك انا اهميه المجتمع المدني بتفكير انه هالناس ومن الاعلام كله انه الناس بدها تيجي استكمال طبيعي لوجودها بالمجتمع يلي هو هلا نحن عم نقول توصل لهون. حكي امبارح الرئيس الحريري وكان لافت لإلي كثير انه يحكي ب 14 شباط في هذه الذكرى الاليمه ويحكي عن كوتا نسائيه، يعني اعتبرت انه هذه مصداقيه اضافيه لاتجاهه الى ان يدفع بذلك. بتأمل انه يكون في للاشراك قانون هذه المره، يعني عم بتقولي على صعيد الترشح او كيف؟ لا، على صعيد الترشح ما في شيء يمنع المراه من ترشح. طبعا انا عم بقول ايه، يعني يمكن المراه لازم تكون مقدمه اكثر وتنزل. يعني انت شفتي شو منعها بالمجالس البلديه؟ عم تنزل بالمجالس مثلا بالنيابه، عم تنزل بالبلديه 5%. صح، بس يعني ولا شيء، يعني بعدنا حرام، يعني ولا يوجد تنميه بدون مراه و5% بالبلديه. لا، بعد في كثير عوائق ولازم تنحل. بالنسبه للقانون المقبل، القانون المقبل، وبالنسبة لحكيه عن الكوتا، أنا ما بدي أقول كوتا، أنا بدي أقول أول شيء عيب بعد نحن نكون من أواخر الدول بمشاركة المرأة، هاي النقطة. ولكن رح يجوا هلأ، رح تيجي الانتخابات بولا، ورح يحطوا برامج سياسية الأحزاب، ورح يحطوا مبادئهم، ورح يحطوا كلهم، رح يحاربوا الفساد، بدهم يحاربوا الفساد، كلهم مع مشاريع تنموية، كلهم مع أحد البطالة وتغييرية. بدي لك شغلة، إذا عن جد هن صادقين وضد الطائفية كلهم هي الزعماء مع الوضع، بس لو هن صادقين بهول الأولويات بلا الكوتا، لو ما أقروا قانون الكوتا لا يمكن تحقيق لا تنمية بلا امرأة. سلام، مش هن مع العيش المشترك والسلام؟ قرار 1325، قرار 2242 من الأمم المتحدة، وسبع قرارات بتقلك قرارات السلام، بتقلك لا يمكن أن يوجد سلام بدون مشاركة مرأة بالسياسة وبمواقع اتخاذ القرار. إذا بدهم عن جد سلام بدهم يحطوا مرأة، تنمية مرأة، بدهم الفساد مع عليه بيرو، رئيس جمهورية البيرو ليحل قصة فساد الشرطة اللي على الأرض، بتعرفي بيتقاضوا رشاوي مثل كثير من فساد الشرطة، 2500 شرطي شالهم وحط 2500 شرطي امرأة ليقدر يحل فساد. عن جد بدكم تحلوا فساد؟ خليني اقول في اكثر من دراسة طلعت من جامعات عريقة جدا انه المرأة اقل فساد، اقل فساد، مع انه الفرد ممكن يكون فاسد شو ما كان، ولكن بعد انا درست القرارات والدراسات بتقول فور ان كلير ريزنز، مش عارفين ليه لحد هلا المراه كالفساد. سو بدهم يحاربوا الفساد، بدهم يشتغلوا على التنميه. كل الاعلانات كمان، اعلان التنميه واعلان سقف السلام، كل هي بتقول لي كوبنهاجن ما فيكم تشتغلوا تنميه بدون مشاركه المراه. دونك ليثبتوا لنا انه صادقين بكل البرامج اللي رح يطرحوها، ما بيمكن حتى لو ما في كوتا قانونية، في كوتا تنظيمية داخل الأحزاب فين يحطوها ليشتغلوا على الأهداف الكبرى تبعيتهم. أفاتوا مشاكل كثيرة بيعاني منها لبنان اليوم، هذه المشاركة إذا دخلنا المرأة برأيك ممكن تعمل فرق؟ أكيد الإمرأة أكيد هي بنت هذه البيئة نفسها. صح، بقى هون أنا تأكيدا على كلامك أنا عم بطرح المسألة من غير منظار. يعني دايما عم نقول
لازم نفرض انه بدهم يعطونا، بدنا نعطي. انا المشكله اللي عم بيصير انه اي حل عم يجي مجتزأ هو حل ما عم بيقدر يتطبق، ما عم بيكون في فعاليه، لانه في طرف اخر عم يعتبر انه عم ينتزع من محل عم ينعطى محل ثاني. اليوم لما بقول انا شتى الفئات، يعني انا عم بحكي ليش مش كتلة لذوي الاحتياجات الخاصه، يعني اليوم عندهم عوائق اكثر من غيرهم، للشباب يعني. مشان هيك انا عم بطرح المساله بانه حتى لما عم نحكي عم نرجع نحن عم نحكي الاحزاب شو بدها تعطينا، هني شو بدهم يقرروا، عم نحكي دايفرسيتي اند انكلوجن، الدايفرسيتي بالعالم كلنا اكزاكتلي، والانكلوجن اوف كورس اوف كورس. بس انت عم تعرفي تماما انه هالعناوين موجوده، هني مشكلتنا تطبيقها على الواقع. ان كان حتى بالجامعات اذا عم تحكي على الانكلوجن، ما في كثير انكلوجن بالجامعات مثل ما مفترض تكون، وهيدي عندنا جامعات يعني عريقة. دوليه وعريقه. بالمدارس نفس الشيء، عم نحكي تعدديه، ما في مجتمع بفتكر مدني اذا ما في تعدديه، هو قوامه. بس نحن الناقص هو مفهومنا لهالحريه والعيش مع الاخر. لما عندك حق يعني غيرك عنده حق، والاعتراف بهالحق بخليك تكون اي حل يجي متكامل، لانه انت ما بتقدر تعيشي بلا الحقوق يلي معك. مشان هيك طرح الحق ما حيكون لازم يفرضوا، لازم يعطونا، لازم وهالقد خيار. خليني اقول انه كمان في وجهه نظر موجوده بتقول طب هيدي الامراه اللي عندها عيله ومسؤوله عنها، مين بيربي العيله؟ مين بيربي الاولاد؟ كيف بتصير الامور بتنتظم؟ اللي عم تقولي كيف الامور بتنتظم اذا اليوم هذه المؤسسه الاساسيه نوت اللي هي العائله اثنيناتهم بيروحوا يتنافسوا الرجال والمراه يشتغلوا ويتركوا هالاولاد يربوا؟ من اهم العوائق. انت بعدك عم تقولي ثانية، لا 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 لازم اطرح، يعني الدراسات قالت لما المراه عم بتفوت بالسياسه عم بتفوت فوق ال 40 سنه، ويا عم بتكون مطلقه يا عم بتكون عزبه يا عم بتكون ربت اولادها وخلصت لتفوت. هلا عم تعطي صوره كثير سلبيه. لا 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 هيدا الحقيقه. هيدي اليو ان ستاتستكس بتيجي عم بتقلك عمر دخول المراه الى السياسه يختلف عن دخول الرجل، لانه هو يعتبر مسؤول بس عن برا المهمات برا، وهي مسؤوله عن جوا. وحتى بامريكا بعد في ثلاث ساعات بتشتغل هي جوا اكثر من الرجل من برا، وعم واحد من العوائق اللي عم تخليها تفوت بالسياسه والشان العام الذي يتطلب وقت كثير. وهون بدنا نصلح لنصلح، مشان هيك مثل ما قلتي الحل المجتزأ لا ينفع معك حق ماتر ريما، لانه نحن الحل كامل بده يكون ثقافي واجتماعي وقانوني عبر الكوتا. والاجتماعي ما نغير دور المراه بالمجتمع، هي ليست فقط للانجاب وللتربيه. هل قلتي عنا النواه الاساسيه بالمجتمع اللي هي العائله مسؤول عنها الشخصين بمساواه تامة، المرأة والرجل مسؤولين عن هذه العائلة. حرام عم تحمل، يعني اليوم عم تقولي له انت مش بس بدك تنتخب المرأة كمان بدك تصير حاضنة وتجلي وتجلي ونزال ايه ودرس الاولاد وطلع عندهم مع على المدرسة وخذهم عند الحكيم وكوتا حتشوف 100%. كلمة أخيرة. أنا كلمة أخيرة، يعني أنا رح أطلع مش ناصرة لوجود المرأة بالسياسة، بس أنا بالعكس عم أقول المرأة موجودة بصناعة القرار، لأنه إذا هي أم ومربية يعني هي بالأساس هي يلي عم تاخذ القرار. بعد شو حتقولي لي بتهز لا ما حقولها ولا يعني هو خيار. عم اقول لك، عم اقول انا بدي اعتراف بدورها كأم، وبدي اعتراف بدورها الانتاجي بالمجتمع وبهي الصوره يلي هي بتكمل، وهي بتصير مطلب للجميع. لانه اذا ما دخلتيها محور بصناعه القرار بهالدورين اكيد القرار ما حيكون مناسب للمجتمع بالاساس. مشان هيك وجودها بصناعه القرار اساسي، بس بالدورين ما فيك تلغي دور على التاني. خلينا نختم انه صحة التمثيل منا هي فقط على اساس طائفي ومذهبي، صحة التمثيل هي بتمثيل كل الشرائح. صح. اكثر مثال فاقع اليوم هو انه اكثر من 50% من بلدنا هو نساء، وهذه النساء 3% بس موجودين بالبرلمان وبالحياة السياسية. شكرا لوجودكم معنا دكتورة حليمة القعقور، بنشوفك ان شاء الله بصيدا ب 16 شهر الجاي، ان شاء الله بندوة بصيدا، لاقونا بالجامعة اللبنانية كلية الحقوق، موعد اكيد معك أكيد. وسعيده جدا فيه. شكرا لك استاذه ريما حسيني. خليني اقول انه انت صاحبه اوتيل بعلبك وسيده اعمال كمان، مش بس محاضره، يعني اكثر من قبعه بتلبسوا اثنيناتكم. وي ار مالتي نساء اكثر فيهم من بلدي انتم ما في شك. شكرا على وجودكم معنا مشاهدينا. بعد هذا الفاصل بربرا نصار، كثير بيعرفوا هذا الاسم، اكثر من 400 حاله هذه الجمعية ساعدت من مرضى السرطان. نحن بشهر التوعية لمرض السرطان، خلينا نسمع عن قصة مؤثرة ونستقبل هاني نصار المسؤول أو القيم على هذه الجمعية.
فترة صار معي مرض كانسر بالبروستات. أنا من مصروفي الخاص يعني اللي أنا عم دخله على البيت ما عم بقدر أتحكم فيهم. تعرفت على جمعية اسمها جمعية بروارة اللي وجهتني مادياً ومعنوياً. كان جوزي مريض، أنا مش عارفة أي اتجاه بدي روح لوين. الحكيم عم بيقول لي بس بعدين شو بدي أعمل، ما عم بعرف. أنا ما بقدر أعمل شيء أبداً، ما عندي يعني لا دوي، وهالمرض مكلف. كيف بدي أتشكر وما عم بعرف كيف بدي أتشكر. حتى الأكسجين جابه على البيت وميرسي، وشو بدي أقول. الجمعيات مشاهدينا اللي عنده المشاركة كتير كبيرة مع المجتمع اللبناني، يمكن بلدنا صار قائم على هذه المساعدة. بيسعدني كتير اليوم سلم ورحب بضيوفي باستوديو استاذ هاني نصار. اهلا وسهلا فيك. حضرتك زوجة لبربرا نصار اللي قاومت مرض السرطان، بالاخر اسلمت الروح بس طلعت هالجمعيه اللي عم بتخلدها. بدي رحب ايضا فيك سيده لوريت ازي، اهلا وسهلا فيك. حضرتك عانيتي من المرض، كان عندك سرطان ثدي، واليوم عم نشوفك بشهاده عن هذا المرض وشفيتي الحمد لله. والف خلينا نقول لك الحمد لله على سلامتك. بدي بلش معك. عندكم قريبا جالا دينر، صرتوا معالجين اكثر من 400 حاله من مرضى السرطان بلبنان، مزبوط؟ هلا هو العدد اذا بدك، في عنا من ناحيه الادويه وفي عنا من ناحيه المساعدات الماديه. المساعدات الماديه بال 2016 كانوا 46 حاله. بس الادويه نحن عاملين مساعدات بقيمه 520 مليون ليره من وراء، بس يوقف له علاجه الحكيم لمريض او لسبب او لاخر، ناخذ هالدواء ونعطيه لمريض بحاجه له. هون العدد كبير المرضى. وشو هالمهمة الحلوة خلينا نقول، لأنه في ناس بيعتقدوا إنه بنكبوا للدواء، ما بيعرفوا قد إيه في حاجة. بالفعل كانت عم تخلص مدتهم بالبيوت بدون ما حدا يستفيد منهم. صحيح، هيدي دعوة لنقول لكل اللي ممكن يكون عندهم أدوية اليوم، كيف بيتصلوا فيكم؟ كيف بيحكوكم؟ هلا بنذكر أكثر من مرة. أكيد، نحن بيقدروا يتصلوا على الرقم 03-691-624، وفي عنا الفيسبوك بيج تبعنا بربرا نصار أسوسيشن، كل السوشيال ميديا بربرا نصار أسوسيشن، بيقدروا يتواصلوا معنا هنيك. يعني عن جد من يومين كان في شاب قاعد عندي بالبيت عم يعني مش عارف كيف بده يعمل، ما بيعرف حدا، ما بيعرف الجمعية، ما بيعرف شيء. نوصف دواء لبيه حقه 11,000 دولار، اذا اخده بيقدر يكمل، اذا ما اخده مشكله كثير كبيره. بالصدفه حدا اتصل فيي، عندك هالدواء موجود؟ ايه، لانه كان في حدا قدم لنا اياه بهذه الطريقه واخذ بيو العلاج، وما في خبرك فرحته قديش كانت مهمه. يعني مش ناقصهم هذا الضغط الموجود عليهم، انه كمان ما يقدروا يامنوا علاج موجود لاسباب ماديه، بس مش المفروض وزاره الصحه بتغطي هذه المسائل؟ هلا وزاره الصحه هي بتقدم الادويه ببلاش بالمبدا، اوقات بتروحي لتاخذي الدوز تبعك ما بيعطوك كامل الدوز لانه ما في الكميه كلها سوا، اوقات ما بتلاقي شيء، بتروحي انت بتضطري تشتري الدواء وتروحي على المستشفى لحتى تحطيه، او اذا كانوا اوبر بتاخذيهم بالبيت. هلا في حالات معينه مثل هاي الحاله اللي قلت لك عنها، البروتوكول بيبقى مثلا انه هالطريقه اللي عم بيوصف فيها الحكيم الدواء منا FDA approved، يعني ما بيقدر الضمان او جهات الضامنه انها تغطيها، انما هي عم تنفع المريض، بس تبقى مثلا مثل بس يصير ينعمل دراسه كامله بعدها ضمن الابحاث خلينا نقول، وبعد ما تمت الموافقه عليها. خبرينا سيدة لوريت شو صار معك؟ أنا بالصدفة كنت بمر شربل نهار أحد، قضيت النهار، جيت على البيت طبيعي، وعد بدي ياخذ دوش تبعه، أنا على طول بدس حالي. عندي تفحصي نفسك مثل ما بيعلموا لازم مثل ما بيعلم دغري عرفت دغري في شيء، قد حبة الحمص. ثاني يوم الصبح في أوبيتال، أنا بوجه البيت أوبيتال روزير بالجميزي، رحت وقلت لهم بدي الرابور اليوم. في شيء، عملت ماموغرافي، طلع انه لازم تشوفي حكيم بالرابور، ما بقولوا لك. اخذته، بعدني لحالي عم بشتغل، اخذته في دكتور كمان انا بعرفه، قلت انا شوف. هلا هو فكر انه انا معي خبر.
قال لي الحمد لله الحمد لله هيدا الكانسير يلي نحن بنحبه. قلت له انا لا. قال لي مبلا. قلت له طيب اوكي ليك انا بنتي عمرها 13 سنه وما بدي موت وبدي جوزها كمان مش انه بس فتره بدي انطر يعني ما بدي موت بليز اعملي العمليه هلا اثنيناتهم واحد كانسر وواحد كالسيفيكاسيون. عم نحكي اوكي. ايه قلت له تكلس تكلس لانه الساعه 2 بتروح اجيب بنتي من المدرسه هيك. بعدين صرت قاعده افكر قلت له انه ولو يا مرشار بيقول انا كنت عندك ليش عملت فيي هيك؟ قلت لا انه انا ماني احسن من غيري وماني غير شكل عن العالم وكل العالم عم بتصير بريف انه بلشت بروسيدور وصلت لانه بدي اعمل العمليه. كنت بعد ما خبرت حدا اجتمعنا عم بيت خيي كلنا على الغدا كان صار باك. قلت لهم قلت لهم انه انا الاحد العيد الاثنين فرصه الثلاثه بدي اعمل عمليه بدي شيلهم اثنيناتهم. هونيك كانت للعائله كنت انا اوكي استوعبتها للخبريه. رحت نهار يلي عملت العمليه بيتوفى عصام بريده. ما في يقول انه الممثل الفنان القدير ايه ما في يقول انه انا شفت كل شيء بحياتي وربنا عطيني كل شيء وكل يعني واكثر ما بستاهل عطيني وفي شاب المقابل توفى وبموته بشعه اكسيدون سيارة ايه فقلت انا لا ما لازم اكفر ما لازم افتح تمي على طول لك الشكر على طول لتكن مشيئتك على طول كتر خير الله لنعمه الحياه كتر خير الله وبدي ناضل وبدي كمل وبدي اعيش وصدقيني انا بين الشيميو والشيميو كنت سافر هيك فاكانس انه لا تعائلتي ما تتاثر بس انت ما كان بالاول يعني خلينا نقول كان الوضع يمكن اسهل من كثير من الحالات مظبوط هلا انا سرطان الثدي صار خلينا نقول صار انه اهين من غيره بس بولا يلي بيصير انه الشغله بس تشوفيها بتصير تشوفي كثير حواليك اكيد يعني صرت هي فلانه وفلانه وفلانه تسمعي اكثر ما عاد حدا مات موتت ربه عرفتي صار كل يلي عم بيموت عم بيموتوا كانسر عم بيموتوا كانسر قول انا يا حضرة عبنا انه هيدا انه اهين واحد بس كل اللي عم بعرفهم عم بيموتوا كانسر بس انه برجع بقول هي من قد ايه هذا الاختبار 2015 يعني من سنتين من سنتين اسم الله عليك مرسي وشكرا على وجودك معنا يعني كثير مهم واحد يجي يشهد لباقي الناس اللي عم تسمع واللي عم بتشوف بس بحب اقول كلمه الكشف المبكر اكيد هيدا لازم كل العالم يعني انا ربنا بيقول ما بعرف انا كثير يمكن بدخل ربنا بحياتي لما كنت عم بعمل العمليه كل قرايبيني اللي كانوا بالاوبيتال راحوا عملوا ماموغرافي وراحوا اكيد حسيت انه في افاده من ورا سخونتي صحيح هيدي هي على كل حال التوعيه خليني اقول انه سعيد المروق هدى جديد ليليان اندراوس ثلاث نجوم كبار من بلدي اصيبوا بالمرض وحكيوا عنه ورح يتكرموا من الجمعيه يوم 24 شباط مزبوط بفندق الحبتور عاملين جالا دينر صحيح. خبرنا اكثر عنه وخلي الناس اللي عم تسمع اليوم تجي تشارك بهالعشر خيري وتسمع خلينا نقول شهادات حياه كمان من نجوم عم بتكرمون صحيح هلا الحلو نحن التان تبعنا هو اي فايت اي ليف هالسنه يعني انا بكافح بعيش وكثير مهم كنت عم تقوله كمان مدام لوريت انه وقت اللي انا بعمل من مرضي بقدر فيد غيري استاذ سعيد المروق عمل حمله لوقف التدخين وكثير اشخاص وقفوا التدخين من وراء لانه هو كان مدخن عظيم يعني كان مدخن كثير وصار عنده خلينا نقول بالرئه صار عنده سرطان الرئه الاعلاميه ليليان اندراوس كمان من مرضها تمنيت على وزاره الصحه من فتره انه تنظر ب عملية ترميم الثدي ما كانت بتغطيها الوزارة بتعتبر عملية تجميل تقول لهم هي نوع من الشفاء كمان لإلي وللآخر يعني كست فكمان وزارة الصحة صارت ترمم على نفقتها هالعملية هيدي والإعلامية هدى جديد كمان
ليس بالدواء وحده، الكتاب اللي كتبته كمان كانت شهادة كتير حلوة عن الكفاح ضد المرض. يعني ضيفتنا على كل حال بإطار توعية، يعني عم بيقوموا بحملات توعية هؤلاء، يعني عم كمان يوعوا المجتمع لأهمية الفحص المبكر مثل ما قالت سيدة لوريت، ولي كمان انه هذا المرض واحد فيه يتغلب عليه ويستمر ويعيش وتضل الحياه ترجع الى طبيعتها. نحن بلبنان معودين بس نقول سرطان يعني ايجال موت، صح، وهذا الشيء مش مزبوط. خاصه يعني مثل ما شفنا انه وقت بنكتشفه على بكير قادرين ننتصر عليه. ولبل انا بقول اكثر، يعني بربره هي شخص مثلا اكتشفناه باخر مرحله ومكسوره رقبتها ومكسور القفص الصدري تبعها، رمموها ترميم يعني عظامها، وتحدد حالها وعملت وقت برمنا لبنان متى 1655 ضايعة ب 80 يوم برحلة العلم اللبناني، ورجعت بعدين بس قالوا لها عندك جمعتين لحتى تعيشيهم، بعد جمعتين كانت بالطيارة رايحين أنا وياها والولاد، بتقلي ما بدي أحرمهم من هالسفر لنودع بعضنا بالطريقة، بعد سنة بتكون على القرن السوداء بتبعت له تحية للحكيم بتقول له بعدني طيبة والقمر بإيد ربنا. هذا شخص أكيد ما غلبه الموت، ما غلبه السرطان. نحن دائما كنا بنعرف إنه نهاية جسدنا هي الموت. بربرة دائما كانت تقول وسجلت لوقت دفنها ينحط مساج بتقول للناس ما تخافوا من يلي بيقتل الجسد، انما خافوا من يلي بيقتلكم روحكم، اللي هو الياس وقله الايمان. ف ونحن مؤمنين نعرف انه الموت هو صفحه عم تنقلب انما الحياه بتكمل، وهيك اشخاص بيعرفوا يستثمروا مرضهم ليفيدوا غيرهم، هيك اشخاص ما بتموت. صحيح. اليوم لكن بدي ارجع اذكر انه ب 24 فبراير في عندكم بالهيلتون حبتور جالا دينر، اللي بده يتواصلوا معك لياخذوا طاولات لانه انتم مهم لكم كثير هذا العشاء. هذا العشاء فاندريزنج لتقدروا تساعدوا كميه اكبر من الناس. صحيح. كيف بيتواصلوا معكم؟ برجع بعيد كمان على 03-691-624. اي جماعه اي شركه اي افراد بحبوا يحجزوا محلاتهم بيقدروا يفوتوا كمان على صفحتنا على الفيسبوك بيج بربرا نصار اسوسيشن او عبر موقع احجز.com في كل التفاصيل هونيك. انا بتمنى من الكل القادر انه يشارك معنا لانه ما حدا يخاف يقول انه لا سرطان وشو بدي اشوفه هنيك، ما في شيء، في رقص وفي ضحك وفي بسط. ميشو رح يقدم الحفل الاعلامي، ميشو الازي زميلنا ميشو الازي اكيد، وي تي ام ار رح يكونوا هن الانترتينمنت عاملينه، ورح يكون في شيء ما ببكي، شيء كثير حلو. واكيد بهالسهره اللي هي بننبسط فيها كمان بنكون عم نقدر ندعم الجمعيه لتقدر توقف على حد مرضى اكثر. نحن بعدنا نتمول من نشاطاتنا اللي نحن نعملها، معنا سبونسرز كبار، فأكيد بتمنى الكل انه يشارك يلي بيقدر لحتى نقدر. وهذه دعوه لكل اللي بيقدروا يساعدوكم كمان سبونسرز الكبار يوقفوا حدكم طبيعي. لانه عم تقوم بجهد كثير كبير لروح سيده بربرا نصار اللي لاخر لحظه ولا نحن معرفة لبنان. اكيد نحن معرفة لبنان، بس تقولي جمعيه خيريه يعني العالم تصير كذا وما ادري شو، صحيح، قد ما في جمعيات وهميه. نحن جماعه عشنا المرض، بنعرف القيمه، واقفين حد كل مريض، مش بحاجه يقلنا شو عم بحس، مش بحاجه يقلنا قديش عم ينزل، لانه نحن عشنا هذا الشيء واقفين حده لحتى ما يمرق باللي نحن وغيرنا مرقنا فيه. وبكل عائله نحن نقول في بربره، للاسف بلبنان ما في عائله تقريبا خاليه من مرض السرطان. دكتور مروان غصن بيقول لنا الاسبوع الماضي انه واحد من اربع اشخاص بوقت معين من حياته بيصيبوا هذا المرض. صحيح. والدراسات عم تتقدم كثير، هذه الخبريه المنيحه يمكن نوصل لانه نهار ما يقعد فيه ما يعود موجود هذا المرض. بس الى ذلك اليوم ما في شك انه بيخلق رعب كبير وبيخلق بسموه بعيد من هون، قد ما هذا هو المرض المخيف. ما حدا بيقوله، صحيح، ما بيرفزوا الاسم. بدي ارجع لعندك سيده لوريت، اليوم شو بتحبي تقولي لكل اللي عم بيحضروك يمكن عندهم شخص مصاب بالعائله او هن مصابين؟ مزبوط. اول شيء كتير لازم، كتير مهم الدعم المعنوي والمادي. إذا ما في المادة، إذا ما هيدا بدهم يقولوا أخ، والأخ كتير صعبة بس يصير في أخ بالبيت، البيت كله بيسخن. والدعم المعنوي يعني كتير مهم. أنا كتير كنت يعني حايتيني، ما حسيت كتير يعني. أهم شيء الأخ ما تنقال بالبيت، شو ما العيلة تكون موجودة، والعيلة موجودة، إيه؟ ويحسسوه بالامان. ايه بدي اشكركم على وجودكم معنا في هذه الحلقه. اهلا وسهلا فيك سيده لوريت. بتحب تضيف اي شيء استاذ هاني؟ انا بحب ركز على كرامه الانسان. نحن كلنا رايحين بس على قليل نروح بكرامه. هذه الجمله كتبتها بربارة قبل ما تروح، بتقول بيكفي المريض واهله يعينوا من وراء
رعبة المرض يلي أكيد مش معود وأول ما يدخل بيرعب الكل. مش ضروري نحمله الأعباء، حمل الأعباء المادية كمان. فبتمنى أنه نقدر نوصل يوما ما بدولتنا العزيزة تقدر تغطي 100% تكاليف العلاج لكل مرضى السرطان. دولتنا العزيزة عجبتني كثير، شكرا لك يا عزيزي على وجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا ست لوران، ضحكتك بتاخذ العقل. وشو حلو الواحد يشوف شخص يقطع بهكذا مصاب أليم ويرجع عم يضحك وعم بيعيش والحياة بتستمر. الله والله عطينا أكثر ما بنستمع. الله يخليك ويخلي لك اللي بتحبيه. ومشاهدينا أنا بدي أشكركم وبدي أقول لكم الأسبوع المقبل الحلقة مسجلة وضيفي هو العميد الركن المغوار شامر روكوس بأول لقاء استثنائي. انبسطتي شفتك. أول لقاء له للعميد شامر روكوس بهذا اللقاء يكشف عن كثير من جوانب شخصيته، من المسائل السياسية والعائلية ومن تاريخه بالجيش. بتمنى متابعتكم وأنا بشوفكم الأسبوع المقبل إذن بحلقة استثنائية مع العميد شامر روكوس. إلى اللقاء.